بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة والطالبات، بكريوس هندسة القوة الميكانيكية، الفرقة الرابعة، مادة المنظومات الهيدروليكية، العام الجامعي 2019-2020، الترم الثاني. إن شاء الله مع بعض هنبدأ في إلقاء المحاضرة رقم 12، ودي آخر محاضرة متعلقة بالهيدروليك أكتويترز. إن شاء الله بعد إتمام المحاضرة أرجو من أبناء الطلبة والطالبات يقروها مرة واثنين وثلاثة، ولو في أي استفسار إن شاء الله نبدأ نتناقش معاكم مع خلال الواتس اللي هو الهيدروليك سيستم جروب، وإن شاء الله ربنا ييسر بها في الأمور. نبدأ في أول سلايد. السلايد دي خاص بالميكانيكس أوف هيدروليك سيلندر لود، ميكانيكس أوف هيدروليك سيلندر لود اللي هي ميكانيكية الأحمال الأسطوانة، بمعنى إن الأحمال بتاعة الأسطوانة اللي هي غير مثبتة محوريا مع الرول بتاع السلندر اللي بنقول عليها نون أكسل لودز، في هذه الحالة عاوزين آلية، هذه الآلية تختص بحساب القوة اللازمة لتحريك حمل غير متصل محوريا مع ذراع الاسطوانة. يبقى دي الآلية الميكانيكية اللي بتحكم العلاقة بين القوة المنتجة بواسطة الاسطوانة الهيدروليكية اللي هو عبارة عن الهيدروليك سلندرز، واللود، تحريك اللود اللي عند هنا في حالة لما يكون الحمل بتاع اللود غير متصل محوريا مع الرود بتاع السيلندرز. المينا ابليكيشنز، في كثير من التطبيقات زالود اللي هو الحمل ذات هيدروليك سيلندر ماست اوفركم اللي هي الاسطوانه الهيدروليكيه لازمه للتغلب عليه، داز نوت اكت along ذا اكسس اوف ذا هيدروليك سيلندر، بمعنى ان في كثير من التطبيقات الحمل اللي انا عاوز ارفعه بواسطه الاسطوانه الهيدروليكيه بيكون غير واقع على محور الاسطوانه، غير محور الاسطوانه. في هذا الاتصال بنقول على الاتصال اللي هو نون اكسل لودز، بمعنى ان انا عندي في حمدين اثنين، في اكسل لودز وفي نون اكسل لودز. الاكسل لود اللي هو اللي فات، اللي هو عندي الرود بتاع السلندرز متصل محوريا مع الرود بتاع اللودز، ودي اتصال محوري. يعني اذا معناه ان الحمل اللي عندي متصل اتصالا مباشره بالرود بتاع الاسطوانه. اما اذا كان الحمل غير متصل محوريا بالرود بتاع الاسطوانه فبنقول عليها ديت الاحمال الغير محوريه اللي هو نون اكسل لودز. ذا فولوينج ان ان اليسز، يعني اذا التحليل اللي هو الاتي، اون هاو تو ديترماين، كيف يمكن حساب الهيدروليك سلندر فورس، قوه الاسطوانه، لان الاسطوانه الهيدروليكيه الناتج منها فورسز ريكوايرد تو درايف نون اكسل لودز. يبقى الهدف منها ان انا عاوز دلوقتي احسب القوة الهيدروليكية اللازمة لتحريك حمل غير متصل محوريا مع الرود بتاع السلندر. في هذا التحليل عندي في ثلاث أنظمة اللي هو بنقول عليها using the first class اللي هو النظام الأولاني، second class and third class lever systems. يبقى إذا أنا عندي في الحالة ديت في أنظمة، معناها دلوقتي عاوز احسب القوة
القوة الناتجة من الهيدروليك سلندر اللازمة لتحريك حمل غير متصل محوريا مع الرود بتاع سلندر. يبقى انا عندي في وسيط، هذا الوسيط اللي بنقول عليها الليفر سيستمز، اللي هو منظومة الليفر اللي هو الذراع. بمعنى ان انا عندي الذراع اللي عندي هنا، الرود بتاع السلندرز والرود بتاع اللوبز متصلين اتصالا دبوسيا بين كونكتد مع الليفرز، والليفر اللي عندي مثبت تثبيتا مفصليا حوالين نقطه ارتكاز اللي بنقول عليها هينج كونكشنز. يبقى اذا في جميع نقط ذات، مع ملاحظه ان في حاله الفيرست كلاس والسكند كلاس اند ثيرد كلاس ليفر سيستم، ذا سلندر رود اند رود ار بين كونكتد. يعني اذا في الثلاث حالات دول، في الثلاث انظمه اللي عندي هنا، كلمه سلندر رود لان الاسطوانه اللي عندي بتكون من ايه؟ بتكون من سلندر وبعدين بيستون وبعدين البيستون رود. يبقى اذا الرود بتاع البيستون والرود المتصل به الحمل مثبتين اتصالا دبوسيا مع الليفرز اللي هو بنقول عليها البين كونكتد. طب البين كونكتد الهدف منه ايه؟ الهدف منه ان هو بيعمل تحويل القوة الرأسية والقوة الأفقية غير متأثر بالبندنج او المومنت. يعني هو البين كونكتد الهدف منه اللي هو تحويل الفيرتيكال فورسز والهوريزونتال ايه فورسز. يبقى اذا معناه في الثلاث حالات دول السلندر رود اند لود رود ار بين كونكتد باي ايه؟ باي ا ليفر ذات كان روتيت اباوت ا فيكسد هينج بين. يبقى اذا بالتبسيط اللي عندي هنا، ان هي الرود بتاع البيستون والرود بتاع اللود متصلين اتصالا دبوسيا مع الليفر، الليفر اللي عندي دوت بيدور حوالين نقطة ثابتة، نقطة ارتكاز اللي هو معناها اللي بنقول عليها فيكسد ايه؟ هنج. يبقى على أساس نقطة التثبيت بتاع الليفر ديت موقعها ايه؟ بين اللي هو الاتصال الدبوسي بتاع البن البستون رود و أو الاتصال الدبوسي بتاع الرود بتاع اللود، ممكن أقول الفيرست كلاس والسكند كلاس. يبقى اذا معناها الشريحه ديت الهدف منها ان انا عاوز احسب القوه اللازمه، القوه الهيدروليكيه للاسطوانه اللازمه لتحريك حمل غير متصل اتصالا محوريا مع الاسطوانه، اللي هو في حاله بنقول عليها النون اكسل لودز. عن طريق ايه؟ عن طريق ليفر، بنقول عليها الليفر سيستمز. في الليفر سيستم التبسيط بتاعه عباره عن ايه؟ ان الرود بتاع البستون والرود بتاع اللود متصلين اتصالا دبوسيا مع الليفر، الليفر دي بتدور حوالين نقطه ثابته، نقطه ارتكاز ثابته اللي هو الهين ايه؟ الهنج بين، الهنج كونكشنز. في الفيرست كلاس بقى، الفيرست كلاس دي عباره عن الليفر، ادي الليفر الجزء اللي عندي، ادي الليفر خلاص، وادي السلندرز، دي الرود بتاع السلندرز، وادي اللود، ادي الرود بتاع اللود، الرود بتاع اللود والرود بتاع السلندر متصلين اتصالا دبوسيا مع الليفر، دي بنقول عليه ايه؟ بين كونكشنز، ودي بنقول عليه بين كونكشن. الهدف من البين كونكشن ايه؟ ان هي بتعمل تحويل القوه الرأسيه خلاص حوالين نقطه الايه؟ الاتصال اللي عندي. الليفر دي عباره عن ايه؟ بيدور حوالين نقطة ثابتة بنقول عليها ايه؟ الفيكسد هينج بين، نقطة الارتكاز اللي عندي. طب في الجزء الأولاني إذا كان الفيكسد هينج بين اللي هو نقطة الاتصال الثابتة، نقطة الارتكاز بتاع الليفرز بين الرود بتاع اللود والرود بتاع السلندر، فبنقول عليها ايه؟ فيرست كلاس. طب المسافة اللي عندي ديت المسافة اللي هي بين نقطة الارتكاز وبين الرود بتاع السلندر L1،
والمسافه بين نقطه الارتكاز والرود بتاع اللود اللي هو ال2. طب ال1 وال2 بيميل على الافقي بزاويه مقدارها ثيتا. طب الاسطوانه اللي عندي هنا مثبته اهي، مثبته لا اما في الجدار او في العمود او في الجهاز اللي عندي هنا في الذراع بتاع الجهاز. الاسطوانه اللي عندي بتميل على الراسي بزاويه مقدارها ثيتا. خلاص يبقى ديت عباره عن ايه؟ افترض الجزء اللي عندي هنا اللي هو ديت دي ثيتا، خلاص اللي هي ايه؟ اللي هو ميل الذراع مع الافق ثيتا، وميل السلندر مع الراسي اللي هي فار. في الحاله ديت القوة الناتجة من الاسطوانة اللي بنقول عليها اف سلندر، لما نجيب المركبة الرأسية هتبقى اف سلندر مضروبة في كوزاين فا، يبقى دي القوة الرأسية. بتعمل عزم حوالين نقطة الارتكاز مقداره ايه؟ يبقى اف سلندر مضروبة في كوزاين فاي مضروبة في ال1 كوزاين سيت، لأن العزم عبارة عن القوة الرأسية في البعد العمودي بين المحور بتاع القوة ونقطة الارتكاز. يبقى اف ايه؟ يبقى اف سلندر مضروبة في الكوزاين فا مضروبة في ال1 كوزاين سيتا، ده بتعمل عزم ايه؟ حوالين نقطة الارتكاز. هذا العزم اللي عندي هنا بيقاوم العزم الناتج من اللود اللي هو بيساوي عبارة عن ايه؟ اف لود رأسي، اف لود رأسي بالجزء اللي عندي مضروبة في ال2 كوزاين ايه؟ سيتا. يبقى اذا في الحالة ديت اللي هو الكانتر كلوك كويس اللي هو ده يعمل ايه؟ عزم في اتجاه عقارب الساعه، هيتضاهى العزم الناتج من اللود في اتجاه عقارب الساعه، يبقى العزم الناتج من القوه بيساوي العزم الناتج من اللود، وبالتالي في الحاله ديت العلاقتين الاثنين اللي هو اف سلندر الاف سلندر مضروبه في ايه؟ في كوزاين، المفروض في كوزاين فار مضروبه في ال1 كوزاين سيتا بيساوي الاف لود في ال2 كوزاين سيتا، هيدينا الكلام ده هيدينا الاف ايه؟ الاف سلندر بيساوي اف لود مضروبه في ال2 على ال1 كوزاين فيتا كوزاين فا. لما تكون الفاي اللي عندي هنا من 0 الى 10 يبقى كوزاين فاي بتساوي تقريبا بتساوي كام؟ 1. يبقى القوه الناتجه من العلاقه دي بتساوي ايه؟ يبقى اف سلندر بيساوي الاف لود مضروبه في الايه؟ ال2 على ال كام؟ 1. يبقى على حسب البعدين اللي هو ال2 وال1 وعلى حسب الاف لود ممكن اجيب كلمه الايه؟ الاف سلندر اللي هو القوه اللازمه لتحريك الايه؟ اللود. في نفس الوقت لو انا عاوز اجيب المشوار اللي بيتحرك بها اللود، لو فرضنا اللود بيتحرك مشوار مقدار اس لود، يبقى الشغل المبذول الاسطوانه الاف سلندر مضروبه في الاس سلندر بيساوي الاف لود مضروبه في الاف في الاس لود، ومن العلاقه ديت ممكن اجيب كلمه الايه؟ اللي هو الارتفاع اللي انا بشيله الحمل اللي عندي اللي هو بتحركه الحمل اللي عندي. يبقى اذا من العلاقه اللي عندي هنا يبقى اذا معناها العزم الناتج من القوه المنتجه بواسطه الاسطوانه بيساوي العزم اللي هو العزم المقاوم بتاع اللود حوالين نقطة الايه؟ ارتكاز. يبقى اف سلندر مضروبة في كوزاين فاي يديك المركبة الرأسية مضروبة في ال1 كوزاين سيتا بيساوي اف لود مضروبة في ال2 كوزاين سيتا. من العلاقة دي ممكن اجيب الاف ايه؟ سلندر بمعلومة ال1 وايه؟ وال2 والاف لود. بعد كده يبقى الاف سلندر مضروبة في الاس سلندر اللي هو طول المشوار بتاع السلندر بيساوي الاف لود مضروبه في الاس ايه؟ لود، بالتالي ممكن اجيب كلمه الايه؟ الاس لود اللي هو مقدار الارتفاع اللي بيشغله الحمل. دي عباره عن الايه؟ الفيرست كلاس ليفر. ده السكند كلاس. السكند كلاس يبقى انا عندي هنا ادي نقطه اللي هو ارتكاز بتاع الليفر اللي عندي هنا، خليته في الطرف، خليته في الطرف، يبقى دي عباره عن الفيكسد هينج بين، وادي الليفر اللي عندي هنا، خلاص ادي الاسطوانه اهي، الارتكاز بتاع الاسطوانه
يبقى طول المحور بتاع الاسطوانه اللي هو ال1 زائد ال2 بعدها عن نقطه ارتكاز ال1 زائد ال2، والاف سلندر الاف الود عباره عن بعدها عن ايه في الحاله ديت؟ بعدها عن نقطه التثبيت اللي هو ال2. يبقى العزم الناتج عباره عن ايه في الحاله دي؟ يبقى اف سلندر مضروبه في الكوزاين فاي بيديك المركبه الرئيسيه مضروبه في ايه؟ افتح قوس ال1 زائد ال2 في كوزاين س بتساوي ايه؟ بتساوي الاف لود مضروبه في ال2 كوزاين ايه؟ س. يبقى هدينا اف سلندر بتساوي ايه؟ اذا كان كوزاين فاي من صفر الى 10 يبقى اذا معناها كوزاين فاي بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى الاف سلندر بتساوي ايه؟ بتساوي ال2 على افتح قوس ال1 زائد ال2 كوزاين فاي في اف لود. إذا كان الفاي ديت اللي هي من 0 ل 10 يبقى إذا كوزاين فاي بيساوي كام؟ 1. يبقى إذا بمعلومة ال1 وال2 ممكن أجيب اف إيه؟ لو. في الحالة ديت هذا التوصيل اللي عندي يبقى إذا المقام اللي عندي كبر، يبقى الاف سلندر هتبقى إيه؟ قليلة في الجزء اللي عندي. يبقى لو نفس الحمل في الحالة ديت يبقى إذا معناها هذا التوصيل اللي عندي بيدينا قوة الأسطوانة إيه؟ قليلة. يعني الأبعاد بتاعة الأسطوانة قليلة. الجزء الثاني لو انا عاوز اشيب المشوار اللي بتحرك الاسطوانه يبقى الاف سلندر مضروبه في الاس سلندر بيساوي الاف لود مضروبه في الاس لود، وبالتالي ممكن اجيب قيمه الايه؟ الاس لود. يبقى اذا فيجر هنا تشو سكند كلاس ليفر سيستم ويتش از ايه؟ كاركترايز باي ذا لود ذا لود ذا لود رود ادي اللود رود اهو بينج لوكيتد بتوين ايه بقى؟ بتوين ذا فيكسد هنج بين اند سلندر. يبقى اذا الرود بتاع اللود واقع بين ايه؟ اذا كان الرود بتاع اللود واقع ما بين الفيكسد هنج بتاع الليفر والرود بتاع السلندر يبقى دي السكند كلاس الجزء، وبالتالي العلاقه دي هتديني ان اف ايه؟ سلندر. السيرد كلاس، سيرد كلاس في حاله السيرد كلاس يبقى اذا معناها الرود بتاع السلندر الرود بتاع السلندر واقع بين ايه؟ واقع ما بين الرود بتاع اللود والفيكسد هنج. هنعمل التزام برضه، يبقى الاف سلندر مضروبه في كوزاين فاي ديك المركبه الرئيسيه مضروبه في ال2 كوزاين سيتا بيساوي الاف لود مضروبه في ايه؟ افتح قوس ال1 زائد ال2 كوزاين ايه؟ سيتا. يبقى العلاقه دي هتدينا ايه؟ هتدينا اف سلندر بيساوي ايه؟ بيساوي الاف لود في ال1 زائد ال2 على كام؟ الجزء اللي عندي هنا اف1 ال1 زائد ال2 على كام؟ على ال2. وبالتالي في الحاله دي لو انا عاوز اجيب المشوار اللي عندي هنا يبقى الاف سلندر مضروب في الاس سلندر اللي هو طول المشوار بيساوي الاف لود مضروب في الاس لود، ممكن اجيب الجزء ده. بكده قدرنا نجيب او نحسب القوة المطلوبة من الاسطوانة اللازمة لتحريك حمل غير متصل محوريا مع الرود بتاع سلندر. يبقى اذا ادي الرود بتاع الايه؟ الرود بتاع اللود، وادي الرود بتاع سلندر، الاثنين غير متصلين ايه؟ محوريا، بنقول عليها في الحالة دي النون اكسل لودز. يبقى اذا المنظومة اللي عندي هنا عن طريق وجود ايه؟ الليفر. يبقى الليفر عبارة عن ايه؟ ان انا اعدي الرود بتاع السلندر والرود بتاع اللود متصلين اتصالا دب وسين بين كونكشن مع الليفر، والليفر اللي عندي بيدور حوالين ايه؟ حوالين نقطة ثابتة اللي هو اتصال اللي هو النقطة الثابتة بنقول عليها فيكسد هينج بين اللي هو اتصال ايه؟ مفصلي في الجزء اللي عندي. وبالتالي في جميع هذه التحليلات أي بقى منظومة أي منظومة بتاخد الليفر سيستم ليه؟ ممكن بقى دلوقتي أطبق عليها ايه؟ العزم الناتج من الأسطوانة حوالين نقطة ارتكاز الليفر بيساوي العزم اللازم للتغلب على العزم المتولد على الايه؟ على اللود اللي عندي يعني. وبالتالي لابد اجيب العزم، يبقى اذا معناها القوة العزم بتاع اللود عبارة عن القوة اللي هو الاف لود مضروبة في البعد العمودي بين محور تأثير اللود مع نقطة الارتكاز. والعزم الناتج من الاسطوانة عبارة عن ايه؟ عبارة عن مركبة القوة الرأسية، يبقى لابد القوة الرأسية اللي هي ناتج الاسطوانة عبارة هي بتميل وضع الاسطوانة يعني اما تيجي تثبتها مش هتثبت عموما هتبقى رأسي ولكن هتميل بقى على الرأسي بزاوية مقدارها فقط. يبقى على حسب الزاوية نجيب المركبة الرأسية
لقوة الاسطوان اللي هو الاف سلندر مضروب في الايه كوزان فا في البعد العمودي بين المحور بتاع هذا القوة مع نقطة التثبيت اللي عنده. بسوي العزمين اقدر اجيب الاف ايه سلندر بمعلومية الاف لود واللي هو طول المحورين اللي هو ال واحد وال اتنين وزاوية سيتا وزاوية فاي. دي بقى اللي هو بالنسبة اللي هو الهيدروليك موتور سيركتس. هيدروليك اللي هو الدايرة اللي فيها موتور وبامب. هيدروليك موتور سيركت. طب الدايرة اللي فيها موتور هو الموتور دي الدايرة احنا ولا الموتور دي بيحول ايه؟ بيحول الطاقة الهيدروليكية اللي عندي الى طاقة ميكانيكية. موتور الحركة الدورانية حركة دورانية كاملة. يبقى روتيشن عندي كونتينيوس. يبقى الاول موتور عبارة عن تورك عزم. طب الموتور دي بيدور بواسطة ايه؟ يبقى فيه عندي سبلاي باور. ايه سبلاي باور؟ اللي هي البامب. ومجموعة التحكم في الباور اللي عندي اللي هو الفالفز. يبقى المنظومة اللي فيها بامبز وموتور وفالفات بنطلق عليها ايه؟ هيدروستاتيك ترانزميشنز. المنظومة الهيدروستاتيكية اللي هي محركات النقل الهيدروستاتيكية. ومحركات النقل الهيدروستاتيكية ممكن تكون ثابتة ممكن تكون ايه متحرك. ممكن تكون موجودة في ايه في عربية نسح او في عربية اللي هو بتاعت الاشغال اللي موجود في مجلس المدينة. يبقى اذا ممكن احركها. يبقى اي منظومة فيها ايه فيها بامبز وفيها موتور يبقى اذا في الحالة دي عبارة عن بنطلق على ايه منظومة محركات الهيدروستاتيكية. الهيدروستاتيك موتور سيركت. هيدروستاتيك موتور سيركت اللي هي دايره بتاعت الموتور الهيدروليك اور هيدروستاتيك ترانزميشنز فول ان تو كاتيجوريز. يعني بتقع في ايه في دليلين اتنين تصنيفين اتنين. التصنيف الاولاني ممكن تكون عندي اوبن هيدروستاتيك ترانزميشن سيركت او ممكن تكون كلوزد. يبقى ممكن تكون اوبن او ممكن تكون كلوزد لوب. في حالة الاوبن ديت نشوف الدايرة اللي عندي هنا. اذا كان الخارج من الموتور اللي هو الفلوريت الاوتبوت من الموتور بيروح مباشرة للتانك بنقول عليها دي في الحالة دي عبارة عن ايه اوبن سيرك اوبن موتور سيرك او اوبن هيدروستاتيك ترانزميشن سيستم. اذا كان اللي خارج من الموتور معزم الموتور اللي عند خارج من الموتور اللي هو الاوتبوت فلو بيروح مباشرة الى بيرجع مباشرة للال بتاع البامب بنقول عليها كلوزد. يبقى الفرق ما بين الاوبن والفرق ما بين الكلوزد. يبقى الاوبن معناها ان الخارج اللي هو الخارج الاوت بوت بتاع الخارج من الموتور بيروح للتانك دي الاوبن. في حالة الكلوزد يبقى اذا الخارج من الموتور بيرجع مباشرة لايه للبامب خلاص. يبقى دي كلوزد. يبقى المسار بتاع كلوزد. في حالة الاوبن في حالة الاوبن طبعا المنظومة اللي عندي دي اوبن. يبقى في عندي هنا فيه ليكج في الوريد بتخلل من بام وفيه ليكج في الوريد بالنسبة للموتور. الليكج دي انا بعوضها طالما اوت بوت يبقى اذا دايما كمية الفلوريت الداخلة لابد تكون اللي هو بتمر في السيركت لابد تكون ثابتة. اما في حالة المنظومة الكلوزد يبقى عندي هنا ليكج في البام وليكج في الموتور وجزء من الفلوريت بستخدم في عملية الكونديشن عملية التبريد. يبقى كمية الفلوريت اللي بره في الدائرة بتتناقص. يبقى في الحالة دي محتاج اعمل ايه؟ اعمل تبديل او اللي هو ميك اب اللي هو عبارة عن تعويض لكمية الفلوريت اللي هي بتنقص اللي هي نتيجة الليكج ونتيجة الكونديشن اللي هو التبريد اللي عندي. في الحالة دي في حالة الكلوز محتاجة ايه؟ ميك اب سيركت. منظومة تعويضية. هذا المنظومة التعويضية ممكن تتركب من ايه؟ ان انا عاوز اخد كمية الفلقة اعمل عملية استبدال ان انا عاوز تعويض ميك اب يعني تعويض لكمية الفلوريت اللي حصل لها ليكج من مصدر ايه؟ خارجي. هذا المنظومة اللي بنقول عليها ميك اب ايه؟ سيركت دايرة تعويضية. هذا الدايرة التعويضية هنشرحها بالتفصيل. ممكن تكون بامب مع مجموعه بايب لاينز مع مجموعه شيك فالفز او ممكن تكون الميك اب ديت ممكن اخدها من ايه من اوفر هيت تانك
يعني بدل البامب ديت اخدها من اوفر هيد ايه تانك بس بتمر خلال البايب لاين وخلال التشيك. هنشوف دلوقتي اذا كان في بامبز بنقول عليها الميك بيك اب بامب اللي هي مضخه تعويضيه اللي هي بتعمل الكباس بتاعتها قد ايه، السيتنج بتاعتها قد ايه. اذا كان هنا جايه من اوفر هيد تانك يبقى اذا معناها يبقى اذا متودي فين او هي بتضخ فين الفلول اللي عند الجزء. يبقى الهيدروليك موتور سيركت، الهيدروليك موتور سيركت اور بنطلق عليه ايه هيدروستاتيك ترانزميشن بتقع فور ان تو تو كاتالوز في تصنيفين اثنين. اول حاجه اوبن اور كلوزد. في حاله ان ان اوبن سيركت ترانزميشنز يبقى كل اول ذا فلويد ديسشارجد يعني كل الفلويد المطرود اللي هو الخارج من الموتور اول ديسشارج ريتيرنز ترجع مره ثانيه لايه للاويل ريسيرفوار. بينما هويرز ويز اكلوز سيركت ترانزميشن موست اوف ذا فلويد. ليه احنا قلنا ما قلناش كل الفلويد؟ لان في ايه جزء من الفلويد بيعمل له ليكج، جزء من الفلويد بيعمل له كونديشن. يبقى موست معظم الفلويد ديسشارجد فروم ذا موتور اللي هو المطرود او المندفع او الخارج ديسشارج اللي هو موست اوف ذا فلويد ديسشارج الخارج من الموتور از ريتيرند يرجع تاني للايه للبامب ان. يبقى المسار اللي عندي ايه مغلق. في حاله الكلوزد سيستم بقى سم فلويد يعني بعض الماء مي بي تيكن اوت ممكن يخرج من اللوب فور ايه كونديشن بمعنى عمليه كولينج او عمليه فلترنج عمليه تنقيه او عمليه كولينج. ذيس از ريبليش ده يعني ممكن اعوضه ريبلينش ذيس از ريبلينش باي ايه ميك اب سيركت بوسط دايره ايه تعويضيه. يبقى اذا ده الفلو اللي خارج من الدايره في حاله الكلوزد لوب اللي انا بستخدمه في عمليه الكولينج والفلترنج ممكن اعمله ايه ريبلينش يعني ايه عمليه تعويض استبدال احط باي ايه ميك اب سيركت اللي هي دايره ايه تعويضيه. في حاله الاوبن سيركت ترانزميشن اللي هو الفيجر ده اوبن سيركت ترانزميشن خلاص. هنا في حاله ايه ادي عباره عن اما اجي اصنف الاوبن سيركت ترانزميشن بتكون من ايه سبلاي باور اللي هي بامب. البامب دي ايه عباره عن فيكسد ديسبليسمنت بامب. ديسبليسمنت اللي هو الدي بي اللي هو الحجم المزاح بواسطه بامب دي سات بنقول عليها فيكس بالضار بواسطه هيد اللي هو الكتريكال موتور. يبقى السبيد اللي عندي ايه ان بي يبقى السبيد بتاع الموتور اللي بتاع الشافت بتاع الموتور وحداته ايه ريفوليوشن بير مين خلاص. يبقى اذا معناها ديت هتاخد من خزان اللي هو عباره عن ريسيرفوارز هتاخد ايه هتدفع الخزان اللي عندي خلال مجموعه فلتر خلاص. الفلتر ده عباره عن ايه ادي الفلتر وادي الجزء اللي عندي دي ايه التشيك فالفز خلاص كده وهنا في سبرينج. يبقى اذا ديت يبقى اذا معقول دي الشيك فالف اللي هو عباره عن بنطلق عليه نون ريتيرن فالفز في حاله السيمبل بتاعه فيها سبرينج يبقى اذا معناها دي لها هدف معين. هذا الهدف اللي عندي ان الماء اللي هو لما يكون الفلتر اللي عندي نيو يعني جديد يبقى اذا الماء اللي هو الخارج من البامبز هيندفع خلال الفلتر. لما الفلتر اللي عندي هنا انسد يبقى اذا لان دي عباره عن ايه عباره عن فتحات. هذا الفتحات اللي عندي هنا بتعمل عمليه تنقيه الزيت من الايه من الشواب العالقه بيه خلاص. اذا لما انسد اللي عندي هنا يبقى البريشر دروب هتزيد. يبقى اذا هيمر فين هيمر خلال التشيك فالفز. عشان يمر خلال التشيك فالفز يبقى اذا لابد يتغلب على السبرينج ريتنج اللي عندي. طالما مر هنا يبقى المنظومه اللي عندي بتركب من ايه عباره عن متصله ببريشر سويتش. هنا متصل عندي كام هنا عندي 4 خلاص. هنا عندي كام 3.5 في الجزء اللي عندنا. يبقى لما يمر خلال التشيك فالفز يبقى اذا معناها الدايره ديت متصله بايه دايره كهربيه متصله فيها لمضه. يبقى اذا بتيجي ايه قافله الدايره اللي عندي هنا يبقى اذا هيديك لون احمر. معنى لون احمر يبقى اذا معناها ان الماء اللي هيخرج من البامب هيروح فين هيروح خلال التشيك فالف. يبقى في الحاله دي بيقول لك ان الفلتر دي في الحاله دي ايه بلوكت مسدود يبقى عاوز اغيره خلاص. يبقى دي بتعمل انديكيشن معناها
اللي هو اللمده هنا البريشر اسوشيال متصل بايه؟ متصل بالكتريكال ايه سيركت، والالكتريك سيركت ديت لما يمر الماء اللي عند خلال التشيك فالفز يجي قافل الدايره اللي هو البريشر سويتش، يقفل الدايره الكهربيه وبالتالي يدينا ايه؟ انهاره في الجزله. طيب هنا في الحاله ديت يبقى الماء الخارجي بيروح فين؟ على هيدروليك موتور. طب الموتور دي عباره عن ايه؟ فيكسد ديسبلسمنت موتورز، خلاص ليه حجم زاحل اللي هو الديسبلسمنت دي ام بيدور عندي. الاوت بوت عباره عن ايه؟ وانا بحول دي بيحول الطاقه الهيدروليكيه اللي عندي في صوره طاقه ضغط عالي الى طاقه ايه؟ ميكانيكيه تورك. اللي خارج من الموتور ده عباره عن ايه؟ عباره عن بيروح للتانك، يبقى دي اوبن. السبيد بتاع الموتور اللي هو ايه؟ ان ام. قال لا. طب في الحاله ديت دي عباره عن ايه؟ دي مين ريليف فالفز. خلاص مين ريليف فالفز. ايه الهدف من الريليف فالفز هنا؟ سيتنج عندي ايه؟ عندي الستولينج تورك. لما الموتور اللي عندي هنا يبقى واقف، يبقى اذا واقف على الحمل، موقف الحمل اللي عندي هنا. يبقى اذا معناها ديت هيدينا التورك اللي عندي تي ماكسيم اللي هو التورك اللازم للتغلب على الحمل الايقافي اللي هو الحمل اللي عندي. يبقى اذا اللي خارج من البامب يروح فين؟ بيروح للريليف فالف. يبقى دي كام؟ 10% زياده عن الضغط اللازم للتغلب على الستولينج تورك اللي هو الحلم للايه؟ العزم الايقافي في الجزء اللي عندنا. طب لما الموتور اللي عند البامب هنا تيجي واقفه في الحاله دي، لما تيجي واقفه تعمل الصبر، وقفت الموتور اللي عندي، وقفت البامب او وقفت الموتور الالكتريك، يبقى اذا البامب هتيجي واقفه. تيجي البامب اللي واقفه انا عندي ديت عباره عن ايه؟ انرش هيدور، هياخد فتره زمنيه في الاداره، يبقى هيسحب الايه؟ الماء. وبالتالي دلوقتي عاوز دلوقتي امنع الكافيتيشن اللي بتحدث في مشوار اللي هو قبل دخول المائع الى الموتور، يبقى اركب هنا ايه؟ انتي كافيتيشن تشيك فالف. يبقى الشيك فالف دي عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن صمام مقاوم لحدوث التكهف اللي بيحدث، اللي ممكن يحدث فين؟ في مدخل الموتور. انت في الحاله ديت لما يكون البامبز اللي عندي وقفت، يعني الموتور الكهربي وقف في الحاله ديت، يبقى اذا الانرش بقى هيدور زمن معين وبالتالي هيسحب كميه الماء. يبقى اذا بيسحب هنا يبقى الضغط اللي عندي هنا هيقل عن الضغط الجوي وبالتالي يسحب ماء. يبقى اذا بيخليها ايه؟ الماء اللي عندي مستمر موجود عندي. يبقى انا انتي كافيتيشن تشيك فالفز اللي هو صمام مقاوم للتكهف فالفز از انكلودد، يعني انكلود يعني اذا دلوقتي مزود في هذه الدايره تو سبلاي عشان يعمل ايه؟ يزود الموتور ويز فلويد اف ات رانز. اف ايه؟ ات رانز، كلمه اف ات عايد على الموتور، يعني لو الموتور بيدور اون وين ذا بامب ايه ستوب، لما البامب بتاعت ستوب يبقى نتيجه الانرشا بتاعت الموتور هيدور فتره معينه وبالتالي هيسحب الايه؟ الماء. يبقى اذا معناها هيخلي الضغط اللي عندي هنا ايه؟ هيبقى سالب في الحاله دي، وبالتالي عشان امنع الضغط الكافيتيشن اللي هو اللي بيحدث في نتيجه انخفاض الضغط اللي عندي هنا، يبقى اذا معناها اركب ايه؟ انتي كافيتيشن. يبقى الانتي كافيتيشن تشيك فالفز الهدف منه ان هو بيسمح بايه؟ بيغذي البامب اللي عندي هنا بالموتور في حاله لما يكون البامب ايه؟ الموتور ايه؟ الترانس بيدور وين ايه؟ ذا بامب از ستوبس. اند هنس ومن ثم بريفنتز ذا موتور كافيتينج، بتمنع الكافيتي بتاع الموتور اللي عندي. نيجي بقى دلوقتي في السايد هنا الكالكوليشن اوف ذا موتور بارامترز. احنا قلنا دلوقتي بالنسبه للموتور سيركت او الهيدروستاتيك ترانزميشن سيستم بتكون من ايه؟ بتكون من موتور وبامب ومجموعه فالفات اللي عندي. يبقى اذا الموتور هنا دريفن باي ايه؟ باي بامب اللي هو الباور الخارجه من البامب. طب الاوت بوت بتاع البارامتر البارامترات بتاعه الموتور عباره عن ايه؟ عباره عن السبيد بتاع الموتور اللي هو الان ايه؟ موتور. نمره اثنين العزم المتولد للموتور اللي هو الموتور تورك. نمره اثنين الباور ديفلوبد القدره المنتجه بواسطه الموتور. يبقى انا عاوز اجيب الثلاث بارامترات دول اللي هو الان الموتور والتي ام اللي هو تي كابيتال اللي هو الموتور تورك، يبقى السبيد بتاع الموتور والتورك بتاع الموتور والباور بتاع الموتور كفانكشن في الايه؟
كفانكشن في مجموعة البارامترات اللي هي بتاعت البامب وبتاعت الموتور. اللي افكار فانكشن في ايه؟ في الديسبلسمنت اللي هو الحجم المزاح بواسطة المضخة اللي هي الدي بي، ونمرة اتنين الدي ام اللي هو الحجم المزاح بواسطة الموتور، نمرة تلاتة السبيد بتاع الايه؟ بتاع البامب. هنا هيعرفني بقى البارامترات المتغيرة في الدائرة اللي هو ان بي. ايه هو ان بي؟ اللي هو البامب سبيد اللي هو سرعة البامب. دي بي اللي هو السويبت فوليوم اللي هو الحجم المزاح بواسطة البامب اللي هو عبارة عن ايه؟ ريفوليوشن اللي هو سنتيمتر مكعب لكل ايه؟ لكل ريفوليوشن. والان ام اللي هي عبارة عن الموتور سبيد اللي ريفوليوشن بير مينت، والدي ام اللي هو السويبت فوليوم الحجم المزاح بواسطة الموتور اللي هو وحداته ايه؟ سنتيمتر مكعب لكل ايه؟ ريفوليوشنز. دلوقتي انا عمال احلل الدايره اللي عندي هنا، احللها ثيوريتيكال. ايه بمعنى ثيوريتيكال؟ يعني اذا بعتبر بهمل الليكج اللي حدثت في البامب، يعني اذا بعتبر الكفاءه الفولومتريه بتاعت البامب 100%. يعني اذا الثيوريتيكال ديسشارج اللي هو المنتج بواسطه البامب هو نفسها الديسشارج الخارج الاكشن، وبهمل اللي هو الليكج اللي بيحصل في الموتور، وبهمل الليكج اللي بيحصل في الدايره اللي عندي. يبقى اذا انا بحللها ايه؟ ثيوريتيكال. معنى ثيوريتيكال يعني اذا الكفاءات بتاعه السيستم ديت انا بهمل الكفاءات اللي عندي، وبالتالي القيم اللي هي اللي هتستنتج من الكلام ده هتكون اقل من القيم الايه؟ الحقيقيه. لان القيم الحقيقيه بقى لابد اخد تاثير الايه؟ الكفاءات بتاعه المنظومه اللي عندنا. يبقى ثيوريتيكال الفوليوم اوف ذا فلويد ديليفرد باي ذا بامب، يعني اذا الحجم ثيوريتيكال فوليوم اللي هو عباره عن الفوليوم اوف فلويد ديليفر اللي هو الكيو اللي هو الحجم المطرود من نسبه المطرود من المضخه اللي هو ديسشارج فوليوم اللي هو ان بي في الدي بي. ان بي اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن ريفوليوشن بير مينت، ودي عباره عن سنتيمتر مكعب لكل ريفوليوشن. يبقى هتديك ايه؟ وحدتها لتر بير مينت او سنتيمتر مكعب بير مينت او لتر بير مينت او متر مكعب بير مينت. يبقى دي الكيو بتاعت الايه؟ البامب. نمره اتنين الثيوريتيكال فوليوم اوف فلويد ريكوير، دي الكيو اللي هو الخارجه من البامب. طب الكيو المطلوبه للموتور، الكيو المطلوبه للموتور واضح ان الموتور اللي عندي هنا داخل له كيو خلاص كده، وهو بيطرد كيو ثيوريتيكال، فالمفروض الكيو الداخليه لابد تكون اكبر من الايه؟ اكبر من الكيو ثيوريتيكال بمقدار الليك اللي حصل في الايه؟ في الموتور. وبالتالي الثيوريتيكال فوليوم اوف فلويد ريكوايرد اللي هو المطلوب للموتور ان ام في الدي ام. لو انا هنا ازيوم زيرو از نو ليكن، مفيش ليكن، يبقى اذا معناها ان الفوليوم ديليفرد باي ذا بامب هو نفسه الفوليوم اوف فلويد ريكوايرد باي ذا موتور، يبقى ان بي مضروب في الدي بي بيساوي ان ام في الدي ام. وبالتالي في الحلقه دي هيديك ايه؟ ان ام بيساوي ايه؟ ان ام اللي هو الموتور سبيد بيساوي ان بي اللي هو عباره عن البامب سبيد مضروب في السويبت فوليوم اوف ذا بامب اللي هو دي بي على الدي ام. طب في الحاله ديت انا عندي حاجتين اتنين، عشان ال ان ام دي ثابته ولا متغيره؟ ده متغيره. يبقى عشان اغير ال ان ام اخد اللي هو سرعات متغيره للموتور، وانا عندي هنا البامب هنا بتدار بالكتريكال موتور، يبقى ال ان بي ثابته اللي هو السرعه بتاعه الموتور اللي هو بيشغل البامب ثابت، يبقى ان ام داله في الدي بي وداله في الدي ام. يبقى ممكن اقول حاجتين اتنين، ممكن اغير استخدم ايه؟ استخدم فيريبل بامبس، استخدم فيريبل ايه؟ بامبس خلاص مع فيكس الموتور، او في الحاله الثانيه ممكن استخدم فيريبل موتور مع فيكس بامبس. يبقى دي عشان اعمل ايه؟ اخد الان ام متغيره في الحاله دي. اف ا فيريبل ديسبلسمنت بامب فيريبل، يبقى انا المنظومه اللي عندي عباره عن ايه؟ فيريبل ديسبلسمنت بامب از يوزد.
يعني هغير الايه؟ هغير الفيكس ديسبلسمنت يونت هحطها ايه؟ يبقى المنظومه اللي عندي ايه؟ فيريال ديسبلسمنت بامب، يبقى الدي بي ايه؟ الدي بي متغيره. مع ايه في الحاله دي؟ مع دي ام ثابته. يبقى اذا الموتور اللي عندي هياخد سرعات ايه؟ مختلفه، يبقى ما تغير الدي بي يبقى هتغير الان ام. يبقى زين ايه؟ افيريبل سبيد درايف ريزلتس. طيب يبقى اذا اسيومنج ذا بامب درايف سبيد از فيكس، يعني اذا بفرض ان البامب درايف سبيد السرعه بتاعتي ايه؟ ثابته. واحنا قلنا الكيو اللي خارجه من البامب بتساوي ان بي في الدي بي. يبقى عشان اغير الكيو اللي عندي عند الطريقتين اثنين، لا اما استخدم ايه؟ مالتي موتور سبيد لما تكون الفيكس ثابته اللي هو الدي بي ثابته، يبقى اذا هغير الان بي يبقى عندي موتورين متغيره سرعات. او الموتور اللي عندي الان بي ثابته ولكن الدي بي هت ايه؟ متغير، بستخدم ايه؟ فاريبل بام بدل فيكس ديسبلسمنت هستخدم فاريبل بام، يبقى الحجم المزاح هيتغير في الجزء اللي عندي، وبالتالي هتغير الايه؟ الحجم المنتج متوسط المدخل اللي عندي. اسيومنج ذا بامب دريفن سبيد از فيكس، بفترض ان ان بي ثابته، يبقى الهيدروليك موتور سبيد ان موتور بيساوي ايه؟ ان بي في الدي بي على الدي ام. طب انا عندي الدي بي ثابت خلاص كده، يبقى ده هتبقى ايه؟ ثابت كونسنت مضروب في الايه؟ في الدي بي على الدي ام. واذا كانت الدي ام ثابته في الحاله ديت، يبقى الان موتور هتبقى ثابت مضروب في الدي بي، يبقى التناسب تناسب ايه؟ تناسب طرد. طب الشغل بقى عشان نجيب الشغل المبذول، كونسيدر ذا ورك دان اوف ذا هيدروليك موتور نيجلكتنج اور لوسز. الورك دان بيساوي ايه؟ بيساوي الشغل المبذول بواسطه الموتور، هو عباره عن ايه؟ لانه بيحول الحرق، بيحول الهيدروليك اللي هو الموتور دي بيعمل ايه؟ بيحول الطاقه الهيدروليكيه اللي عندي الى طاقه ميكانيكيه الى عزم الدوار. يبقى اذا الشغل اللي هو بيساوي التورك مضروب في الانجل تيرن سلو اللي هو عباره عن العزم مضروب في الزاويه اللي بيدور فيها. بيساوي ايه؟ بيساوي الفلويد ديسبلسمنت اللي هو الدي بي مضروب في البريشرز. يبقى الورك دان لكل ريفولوشن بيساوي التي ام في 2 في 2 بقى بيساوي الدي ام في البي ام. يعني اذا التي ام بيساوي ايه؟ بيساوي البي ام. ايه هو البي ام؟ اللي هو البريشر ديفرنس اكروز ذا موتورز مضروب في الحجم المزاح بواسطه موتور على 2 ايه؟ على 2 بار. يبقى اذا معناه الثيوريتيكال تورك او التورك المتولد بواسطه الموتور بيساوي ايه؟ بيساوي الدي ام اللي هو الحجم المزاح بواسطه الموتور مضروب في البي ام اللي هو ايه؟ البريشر ديفرنس اكروز ذا موتور على 2 ايه؟ بار. وير ذا تي ام از ذا موتور تورك اند دي بي ام هو عباره عن ايه؟ البريشر ديفرنس اكروز ايه؟ ذا موتور. يبقى التي ام بيساوي ايه؟ بيساوي الدي ام مضروب في البي ام على 2 بار. نمره 3 السيروجيكال اوت بوت هي عباره عن ايه؟ هو عباره عن التي ام مضروب في الان ام. يعني بتساوي ايه؟ هضرب هنا التي ام في الان ام يدينا الباور، بتساوي الدي ام هنعوض عن الايه؟ التي ام. الكلام ده هيدينا عباره عن دي ام في البي ام في 2 في ان ام على كام؟ على 2 بار. نيجي بقى انا عندي في كيرفات بقى اللي هو بنقول عليها الكاركترستكس كيرفز، المنحنيات الخصائصيه فور هيدروليك ترانزميشنز. بالنسبه هيدروليك ترانزميشن اللي هي المنظومه اللي تكون من ايه؟ من بامبو موتورز انكلودنج ايه؟ بين قوسين المنظومه اللي عندي عباره عن ايه؟ ايه مواصفات البامب؟ فاريبل ديسبلسمنت اند فيكسد ديسبلسمنت موتور. المنظومه اللي فيها فاريبل بامبس، فاريبل بامبس مع فيكسد ديسبلس موتور، بنقول على المنظومه ديت الحصول عليها كونستانت ايه؟ تورك. يعني التورك المتولد بواسطه المنظومه دي ايه؟ ثابت كونستانت تورك. يبقى از سم تايمز ناون از، يبقى لو انا عاوز منظومه التورك اللي عندي مهما غيرت الاحمال ومهما غيرت السبيد يبقى التورك اللي عندي ثابت، يبقى المنظومه دي عباره عن ايه؟ عباره عن البامب فيريبل والموتور دي عباره عن ايه؟ فيكسد في الجزء اللي عندي. خلاص يبقى اذا از ا كونسنت تورك ترانزميشن اند مي بي ايزا، ممكن تكون اوبن وممكن تكون ايه؟ كلوز. ممكن تكون اوبن وممكن تكون كلوز، يبقى سيان عندي كلوز سيرك از تشون فيجر اللي هو 4 33. طب التي ام بيساوي ان ام بيساوي ايه؟ انا عاوز ايه؟ احسب اللي هو السبيد بتاع الموتور، نمره 2 التورك المتولد بواسطه موتور، نمره 2 الباور ديفلوبد باي ذا موتور اللي هو ان كابيتال ام. بدلاله ايه؟ بدلاله الكاركترستكس بتاعه البامب والموتور اللي هو الان بتاعه البامب
والدي بتاعت البام والدي بتاعت المطر. يبقى ال ان ام بتساوي ايه؟ بتساوي ان بي في الدي بي على الدي ام. ال ان بي ثابته خلاص كده، وعندي الدي ام ثابت، يبقى ال ان ام داله في الايه؟ داله في الدي بي. نمره 2 التي ام بتساوي ايه؟ بتساوي الدي ام في البي ام على كام؟ على 2. طب اذا كان الدي ام ثابت والبي ام اللي عندي دي ثابت في الحاله دي، البريشر ديفرنس اكروز ذا موتور ايه؟ ثابت، يبقى هتبقى التي ام ايه في الحاله دي؟ ثابت. طب الباور عباره عن ايه؟ عباره عن الدي ام في البي ام في ان ام على كام؟ على 2 بار. خلاص. طب هنا في الحاله دي الدي ام ثابت والبي ام ثابت، يبقى اذا ده معناها ان الباور داله في الايه؟ والان ام، والان ام متغيره، يبقى اذا معناها هرسم العلاقه. المحور الراسي بيبين لايه؟ بيبين ثلاث بارامتر اللي هو الان ام، الان ام والتي ام والان ام كابت. يعني عباره عن السبيد والتورك والباور. طب المحور الافقي بيتكون ايه؟ البامب ديسبلسمنت. البامب ديسبلسمنت اللي هو الحجم المزاح بواسطه البامب. طب الحجم المزاح فيكسد ولا متغير؟ يبقى المنظومه دي عباره عن ايه في الحاله ديت؟ عباره عن فيريبل ديسبلس بامب مع ايه؟ مع فيكسد ديسبلسمنت موت، بنطلق على ايه؟ كونستنت تورك ترانزميشن. خلاص. يبقى ادي ايه؟ ادي الموتور سبيد اهو من زيرو الى الماكسيم اللي عندي. التورك ده عندي ايه؟ ثابت اهو في الحاله دي. الموتور اللي عندي ايه؟ بطار. واضح ان هنا الاوتبوت باور اكبر من الايه؟ من الموتور ده. يبقى ديت عباره عن منحنيات الاداء الخاصه بالهيدروليك ترانزميشن سيستم، سواء كان المنظومه كلوز او سواء كان المنظومه اوبن. بس في الحاله ديت عباره عن ايه؟ المنظومه عندي يوني دايركشن، يعني في اتجاه ايه؟ واحد، مش ريفرسبل. الجزء اللي عندي هنا ايه؟ منظوم، يعني بتاخد الاتجاه اللي عندي اتجاه واحد فقط لا غير. خلاص. الاتجاه اللي عندي واحد، اتجاه ايه في الحاله؟ اتجاه الدوران، اتجاه الدوران بتاع الموتر. يبقى الموتر عباره عن ايه؟ يوني دايركشن موتورز في الحاله دي، سواء كان الفيكس اللي عندي، سواء كان المنظومه اللي عندي اوبن، او سواء كان المنظومه ايه؟ كلوز. يبقى اذا دي عباره عن كونستنت تورك. يبقى الكونستنت تورك بحصل على ايه؟ لما يكون عندي المنظومه اللي عندي البامب ده عباره عن فيريبل ديسبلسمنت، والموتور عباره عن ايه؟ فيكسد ديسبلسمنت موتور في الجزء. السكند كلاس، السكند كلاس، يبقى انا عندي هنا ادي نقطه اللي هو ارتكاز بتاع الليفر اللي عندي هنا، خليته في الطرف، خليته في الطرف، يبقى دي عباره عن الفيكسد هينج بين، وادي الليفر اللي عندي هنا. خلاص. ادي الاسطوانه اهي، الارتكاز بتاع الاسطوانه. يبقى طول المحور بتاع الاسطوانه اللي هو ال1 زائد ال2 بعدها عن نقطه ارتكاز ال1 زائد ال2، والاف سلندر الاف لود عباره عن بعدها عن ايه في الحاله ديت؟ بعدها عن نقطه التثبيت اللي هو ال2. يبقى العزم الناتج عباره عن ايه في الحاله دي؟ يبقى اف سلندر مضروبه في الكوزاين فاي بيديك المركبه الراسيه، مضروبه في ايه؟ افتح قوس ال1 زائد ال2 في كوزاين سي بيساوي ايه؟ بيساوي الاف لود مضروبه في ال2 كوزاين ايه؟ سي. يبقى هدينا اف سلندر بيساوي ايه اذا كان كوزاين فاي من صفر الى 10؟ يبقى اذا معناها كوزاين فاي بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى الاف سلندر بيساوي ايه؟ بيساوي ال2 على افتح قوس ال1 زائد ال2 كوزاين فاي في اف لود. اذا كان الفاي ديت اللي هي من 0 ل 10 يبقى اذا كوزاين فاي بيساوي كام؟ 1. يبقى اذا بمعلومه ال1 وال2 ممكن اجيب اف ايه؟ لود. في الحاله ديت هذا التوصيل اللي عندي، يبقى اذا المقام اللي عندي كبر، يبقى الاف سلندر هتبقى ايه؟ قليله في الجزء عندي. يبقى لو نفس الحمل في الحاله ديت، يبقى اذا معناها هذا التوصيل اللي عندي بيدينا قوه الاسطوانه ايه؟ قليله. يعني الابعاد بتاعت الاسطوانه قليله. الجزء الثاني، لو انا عاوز اشيب المشوار اللي بتحرك الاسطوانه، يبقى الاف سلندر مضروبه في الاس سلندر بيساوي الاف لود مضروبه في الاس لود، وبالتالي ممكن اجيب قيمه الايه؟ الاس لود. يبقى اذا فيجر هنا تشو سكند كلاس ليفر سيستم ويتش از ايه؟ كاركترايز باي ذا لود، ذا لود، ذا لود رود. ادي اللود رود اهو. بينج لوكيتد بتوين ايه بقى؟ بتوين ذا فيكسد هينج بين اند سلندر. يبقى اذا الرود بتاع اللود واقع بين ايه؟ اذا كان الرود بتاع اللود واقع ما بين الفيكسد هينج بتاع الليفر والرود بتاع السلندر، يبقى دي السكند كلاس الجزء. وبالتالي العلاقه دي هتدينا الاف ايه؟ سلندر.
الكلوزد بقى لوب، كلوزد لوب ترانزميشن سيستمز، كلوزد لوب ترانزميشن كاركترز. في حاله اللي فات كان عباره عن ايه؟ حاله اللي فات كان نون ريفرسبل درايفز. ايه معنى نون ريفرسبل درايف؟ يعني اذا الحركه اللي عندي في اتجاه واحد. في حاله بقى in the case of non reversible drives these are similar to a open loop characters. The characteristics of reversible drives، كلمه الكاركترز اللي هو الخصائص بتاعه الريفرسبل درايف، ده ريفرسبل درايف يعني الدي ام اللي عندي هنا الماتور اللي عندي ريفرسبل، يعني اذا دلوقتي ممكن اغير الاتجاه اللي عندي عن طريق تغيير الايه السنتر لاين بتاع الايه بتاع الازاحه بتاع الديسبيسمنت، ولكن السبيد بتاع الموتور ثابت بقى عن طريق تغيير ايه الكونسنتريستي اللي هي بين ايه، لو كان عندي فان بامبز يبقى بين السنتر لاين بتاع الروتر والسنتر لاين بتاع الكامل. في الحاله دي اغيرها بدل ما هي فوق اخليها ايه تحت في الجنب، يبقى دي بنقول عليها ايه ريفرسبل درايفز. ار ميرور ايمجز يعني اذا بتخيل ان هو عباره عن مرايه، مرايه للايه للنان ريفرسبل درايفز زي ما احنا هنشوف في هنا دي عبارة عن ايه؟ دي موتور، دي عبارة عن هيدروستاتيك ترانزميشن سيستم، دي سيستم ترانزميشن سيستم. البامب اللي عندي دي عبارة عن ايه؟ فاريبل بامبس، مش كده؟ فاريبل بامبس. والموتور اللي عندي ايه؟ فيكسد. بس السبيد بتاع الموتور اللي عندي هنا ايه اللي خلاها ريفرسبل؟ اللي عن طريق ريفرسبل بتاع البامبس، دي عبارة عن ريفرسبل بامبس. يبقى انا اما صنف البامب دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ريفرسبل هيدروستاتيك بامبس. ماشي؟ نوعها ايه؟ فيكسد ولا فيريبل؟ لا فيريبل. يبقى دي عباره عن ريفرسبل فيريبل ديسبيسمنت بامب. والموتور دي عباره عن ايه؟ ريفرسبل فيكسد ديسبيسمنت بامب. يبقى القدره اللي عندي دي عباره عن ايه؟ باخد ايه؟ كونسنت ايه؟ تورك. ادي كونسنت تورك. كونسنت تورك. طب اذا كان نون ريفرسبل ادي الجزء اللي عندي، ادي من زيرو للماكسيم اهو خلاص كده، ادي ايه؟ ادي الان، الان اهي، وادي الايه؟ وادي التورك، ادي الان وادي الباور، ادي الان اهو وادي الباور خلاص كده. يبقى الان في الحاله دي لو كان ريفرسبل هتتغير في اتجاه عكس عقارب الايه؟ الساعه. والباور اللي عندي دي موجبه لان الباور تي بيساوي الان في الايه؟ الباور بيساوي التي في الان، اللي هو الباور بيساوي التي ام في الان ام. تي ام في الان ام. في حاله الريفرسبل يبقى الباور لابد تكون ايه في الحاله دي موجبه. تكون ايه موجبه. ولكن الان بتكون في اتجاه عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه. دي عباره عن ايه؟ الكاركترز كيفز في حاله المحركات اللي ايه؟ الريفرسبل ديسبلس الريفرسبل يونتس في الحاله دي. طب الجزء الثاني تحت بقى هنا. الجزء الثاني. اذا كان في الحاله دي هتبقى ايه؟ دي عباره عن ايه؟ ريفرسبل بامبس. ودي عباره عن ايه؟ بس ريفرسبل بامبز فيكسد ديسبلسمنت بامب. ودي عباره عن ايه؟ ريفرسبل موتور، بس الموتور ايه؟ ريفيريبل فاريبل. يبقى هاخد ايه؟ كونستنت ايه؟ باور. يبقى دي الباور اللي عندي هنا. خلاص؟ دي الماكسيم اهو، دي الماكسيم. يبقى كل في الحاله دي شايف هنا؟ ادي من زيرو لان دي ابتداء عقارب الساعه ودي في عكس ايه؟ عقارب الساعه. يبقى اذا في اقل قيمه عندي هنا ايه؟ كل ما الدي ام بتزيد كل ما السرعه اللي عندي بتبدا تقل اهو الجزء عندي. وعكس عقارب الجزء الثاني اهو الجزء دي عباره عن الموتور تورك اللي عندي، ادي الموتور تورك. يبقى في اي نقطه يبقى الباور اللي عندي ايه؟ ثابت. دي الكاركترز كيرف في حاله ايه؟ يبقى كانها مرايه في الجزء اللي عندي. طب في الحاله بقى في حاله المحركات اللي فيها ريفرسبل بس دي متغيره ودي ايه؟ متغيره. خلاص كده؟ يبقى اذا ذا كاركترز از كومباينيشن، يبقى اذا هي عباره عن ايه؟ كومباينيشن. كومباينيشن يعني اللي هو متوافقات ما بين الايه؟ ما بين التو از بوز بامبز اند موتور ديسبلس كان بي فيري. اني ديزاير كاركترز كان بي اوبتين تو سيوت ذا ايه؟ سبيسيفيك ابلكيشن. يعني كومباينيشن ما بين ايه؟ يعني مره ثانيه في الحاله دي لما يكون عندي دي فيريبل، دي ريفرسبل فيريبل اللي هو البامب ريفرسبل بامب فيريبل بامب، ودي ريفرسبل ريفرسبل فيريبل موتور. يبقى اذا دلوقتي في لحظه معينه دي هستخدمها ايه في الحاله ديت؟ ريفرسبل فيريبل ودي فيكسد. يبقى اذا ادي الكاركترز كيرف بتاعنا.
طب الجزء الثاني ممكن استخدمها دي ايه؟ ريفيرسبل فيكسد ماشي، ودي عباره عن ايه؟ ريفيرسبل فيريبل. يبقى استخدم الكاركترستيك، يبقى دي عباره عن كومباينيشن ما بين الكاركترستيك كيرف اللي هو في الحاله الاولانيه اللي هو فيريبل بامبز مع فيكسد موتور، والثانيه هنا فيكسد بامبز مع فيريبل موتور، الاثنين اللي هو عباره عن ايه؟ ريفيرسبل سيستم. هنا في حالة ريفيرسبل اوبن لوب ترانزميشنز، ريفيرسبل اوبن لوب ترانزميشن، يبقى اذا ترانزميشن هي بتكون من بامب وايه وموتور، واوبن لوب يعني ايه؟ يعني اذا الديس الشارج الخارج من الموتور بيروح للايه؟ للتانك. كلمة هنا ريفيرسبل يعني معناها ان الموتور اللي عندي الحركة اللي عندي في اتجاه كله كويس وكانتر كله كويس، بس في حالة الاوبن يبقى ازاي دلوقتي اخلى الريفرسبل موتور اللي عندي هنا الحركة بتاعنا بتكون في اتجاه كله كويس وكانتر كله كويس في حالة الايه؟ في حالة الاوبن ترانزميشن. يبقى عن طريق ايه؟ قال ده البامب اللي عندي هنا ده هو اوبن، يبقى البامب اللي عندي هنا دي عبارة عن ايه؟ ممكن تكون عندي فيريبل وممكن تكون فيكسد بس يوني دايركشنز، الموتور هنا ايه؟ ريفيرسبل، والمنظومه اللي عندي هنا ايه؟ اوبن. يبقى خلاها ازاي؟ عن طريق حتتين اتنين، لا اما عن طريق تغيير اتجاه الماء اللي داخل. طب ايه اللي بيغير اتجاه الماء الداخل؟ اللي هو الدايركشن كنترول فالفز. يبقى الريفيرسبل هنا بخليها في حاله الاوبن عن طريق ايه؟ الدايركشن كنترول فالفز. يبقى اللي خارج ماء عندي ايه؟ دايركشن. يبقى اذا معناه بخلي الماء اللي عندي يخلي حركة اللي هو الموتور في اتجاه كله كويس، يبقى غير اللي عندي هنا يبقى اذا في اتجاه الكانتر ايه؟ كله كويس. يبقى انا عندي هنا اوبن لوب ترانزميشن سيستم، يعني اللي خارج الديسشارج ديليفر فروم ذا موتور او البوت ايه؟ تو ذا تانك. يبقى بخليها ازاي؟ كريتس ازاي؟ عن طريق دايركشن كنترول فالفز. هتشوف الفيجر هنا ات كان بي نوتس ذات ذا دايركشن اوف روتيشن، يعني اتجاه دوران للهيدروليك موتور از ديترمايند باي ايه؟ ذا دايركشن اوف كنترول فالفز، باي ذا ايه؟ دايركشن كنترول فالف، باتجاه تغيير الكنترول فالف، اتجاه الايه؟ دايركشن كنترول فالف. يبقى ذا دايركشن اوف روتيشن اتجاه الدوران of the hydraulic motor is determined by a by the direction of the controller. نمرة اتنين a cross line valve is built، يعني اذا دلوقتي مخلق a cross line relief valve is built مدمن في الدائرة to deal the pressure cell. هنشوف زي ده يعني في الدائرة ديت معناها في بريشر ايه؟ سويتش. والبريشر احنا قلنا البريشر سيل دي انت ايه تعريف البريشر سيل؟ هي عبارة عن الارتفاع المفادي في الضغط، والارتفاع المفادي في الضغط ناتج منين؟ ناتج ان انا دلوقتي بحول اتجاه الدوران اللي هو عن طريق دايركشن كنترول فالفز، يبقى بخلي اتجاه عندي هاي لاين وايه؟ لو بريشر لاين، يبقى انا هيبقى عندي مسارين اتنين، او اعمل عمليه كلوزد للدايركشن كنترول احطه في وضع سنتر يبقى اذا بقفل، يبقى يحصل سيرج ايه؟ سيرج بريشر. هو يبقى اذا سيرج بريشرز ويش ويل اوكير اف ذا ايه؟ دايركشن كنترول فالف از اوبريتد رابيدلي تو ريفيرس ذا موتور ده. يبقى اذا البريشر سيرج بينشا منين؟ بينشا من عمليه تغيير اتجاه السريان في الموتور من ايه؟ من كلوك وايز لكانتر كلوك وايز عن طريق دايركشن ايه؟ كنترول فالف. يبقى اذا بيحصل في اللحظه ديت عباره عن ايه؟ بيحصل هنا سيرج بريشرز. يبقى اتعامل معاه ايه؟ عن طريق ايه؟ الكروس لاين ريليف فالفز زي ما احنا هنشرح. هاو كان يو تشينج، هاو كان يو تشينج، كيف يمكن تغيير السبيد اوف ذا موتور بامب سيركت ان اني فيكسد ديسبلس مام درايف فلو كنترول كان بيوز تو جيف متر ان اور متر او. بغير السبيد عن طريق ايه؟ عن طريق استخدم متر ان ومتر او، يعني اذا بغير كميه الفلوريت الداخله او الخارجه اللي ايه؟
للموتور اللي عندي هنا. يبقى جيب متر ان اور متر اوت سبيد ايه كنترول، بات ذس مي ريزلت ان ايه هوتسل. احنا قلنا اي منظومه فيها مترنج فلو اللي هو فلو كنترول فالفز يبقى فيه خنق، هذا الخنق هنا بيبدل عنه ايه هيت جنريشنز. الهيت جنريشن بيتولد ايه؟ بيبقى عباره عن حراره مفقوده، هذا الحراره المفقوده بتتحول بتدخل فين؟ في الماء اللي عندي هنا. خلاص؟ يبقى اذا معناه ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث، ولكن معناها بتحول من ايه؟ بتحول من لوسز الى هيت سورسز. يبقى اذا بترفع درجه الايه؟ حراره الماء، وبالتالي بنقول على المنظومه ايه؟ هيت سيستم عندي. اي منظومه but this may result in a hot system as the excess fluid اللي هو الماء الزياده will have to discharge across the river. يعني اذا معناه ان البم لابد تطرد كميه اكبر من الكميه المطلوبه. يبقى اذا معناه الجزء اللي هو الزياده اللي عندي اللي هو الاكسس فلو اللي هو بين الكيو بتاعت البم ناقص الكيو ريكوايرد اللي بتروح على الموتور بتروح فين؟ بتمر خلال الريفر. يبقى خلال الريفر يبقى اذا الباور لوسز عباره عن ايه؟ يبقى الكيو اللي مره في الريفر مضروب في ضغط الايه؟ الريليف. خلاص كده دي عباره عن الباور سبلاي. يبقى اذا معناه هيت انرجي عباره عن ايه؟ الباور سبلاي مضروب في الايه؟ في التايم. دي بتتحول ايه؟ بتتحول الى حراره، بترفع درجه حراره الماء، وبالتالي بنطلق على المنظومه دي ايه؟ هوت سيستم. طيب ذا تشويز اوف دايركشن كنترول فالف سنتر كونديشن، يعني لها دلوقتي ازاي دلوقتي اختار السنتر كونديشن. احنا قلنا الدايركشن كنترول فالفز ممكن يكون عندي 3 بوزيشن، واحده تريم، واحده كروس، والجزء الثاني وضع السنتر. اختيار السنتر دي مهمه جدا، ممكن يكون اوبن وممكن يكون ايه كلوزد. يبقى ذا تشويز اختيار الدايركشن كنترول فالف سنتر اللي هو سنتر كونديشن، سنتر كونديشن از امبورتانت ان ذيس سيركت. ليه بقى؟ في حاله اف ذا سيرفيس بورتز ايه اند بي ار بلوكت. يعني لو انا دلوقتي خليت في الحاله دي ايه، انت دلوقتي الماتور دلوقتي دايم، يبقى احطه في التريل او بحطه في الكروس، اثناء وضعه من التريم الى الكروس يبقى احنا بنقول بيحصل ايه؟ بيحصل بريشر سيرج، وبالتالي بحط هنا ايه؟ كروس لاين ريليف بار. هنتعامل معاها ازاي؟ طيب لو انا حطيته في السنتر بقى في الوقت، لو انت قفلت بقى، انا عندي هنا في اربع اطراف، في اللي هو عندي هنا البي اللي هو البريشر لاين اللي هو متصل بالبام، والتي المتصل بالتام، والاي والبي اللي هو متصل على اللي هو الموتورز. لو انت حصلت لها بلوكت قفلتها، يبقى اذا اصبح على جانبي الموتور ضغوط عندي، في هاي بريشر وفي ايه؟ لو بريشر. يبقى انت دلوقتي عملت ايه في الحاله دي؟ يبقى انت قفلت البائع اللي عندي، قفلت. يبقى اذا قفلت يعني حولت طاقه الحركه اللي عندي الى طاقه ضغط. يبقى اصبح على جانبي المحرك ضغوط ايه؟ مختلفه. ار بلوكت ان ذا سنتر اور ترانزيشن كونديشنز فيري هاي بريشر سير. يبقى يحصل ايه؟ اندفاع مفاجئ للضغط. كان اوكر على ايه؟ على الشينج اوف، على جانبي الموتورز. ذيس كان بي بارتيكولاري دامج. تحصل ايه؟ ممكن في الحاله دي يحصل عمليه دامج اللي هو عباره عن كلمه دامجينج للموتور اللي هو عباره عن تدمير للموتور، دامج تدمير. انت التدمير ده يحصل لو ما كانش في اكسترنال درين كونكشنز خاص بالايه؟ خاص بالموتورز. يبقى اذا يحصل دامج اف ذا موتور داز نوت هاف ان اكسترنال درين كونكشن. وبالتالي في الحاله ديت اي موتور في ايه؟ في اكسترنال درين. لما وضع سنتر، لما احطه في وضع سنتر يبقى يحصل ايه؟ فيري هاي بريشرز. نعم على ايه؟ على الموتور. يبقى اذا معناها يحصل ضغط عالي، هذا الضغط العالي يبدا يحصل عمليه ايه؟ يبقى اذا الماء اللي عندي الضغط اللي عندي بيزيد في على جانبي الايه؟ المحرك اللي عندي، وبالتالي لابد ينتج عنه زياده في الايه؟ في ضغط بتاع الماء. يبقى اذا بيحصل تسريب عشان يحصل يهبط لي قيمه الايه؟ الضغط. وين ذا اوبن سنتر، لما احطه بقى في الاوبن، يعني ايه؟ معناه ان البي والتي والاي والبي متصلين مع بعض. يبقى اذا البامب في الحاله دي ايه؟ انلودد. يبقى الضغط الواقع على المضخه اقل ما يمكن. خلاص كده؟ يبقى اذا الباور سبلاي بيساوي كام في الحاله دي؟ بيساوي صفر. بس في الحاله دي انت دلوقتي عملت ايه؟ ان انت دلوقتي هبطت الضغط على جانبي الايه؟ المحرك. وين ذا اوبن دايركشن كنترول فالفز مفتوحين، يبقى ذا موتور ويل ايه؟
فري ويل. يعني اذا الموتور هيعمل ايه كعجلة بتدور حرة في الجزر. وين ذا بالب ايه السنتر؟ This may be undesired feature. يبقى دي ايه؟ دي ظاهرة غير مرغوب فيه. طب اذا دلوقتي احطها بقى اعالجها ازاي؟ and can be remedied اعالجها by a break or remote pilot of pilot bad pressure valve. يعني اذا دلوقتي اعالجها ان انا احط ايه؟ احط over center valves في المخرج بتاع الايه؟ الموتور اللي بنقول عليها الايه؟ البريك فالف. هذا البريك فالفز بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعمل بيولد لي ضغط خلف الموتور، يبقى اذا بيهبط لي الايه؟ بيهبط لي الضغوط الموجوده عندي، وفي نفس الوقت بيهبط الضغوط بنفس الوقت بيعمل ايه؟ بيدينا درجه مختلفه بالنسبه للموتور عشان يقف في الحاله. اند او ممكن نحط ايه؟ بايلوت اوبريتد بريشر فالف اللي هو بنقول عليها البريك فالفز، هو نفسه بايلوت اوبريتد باد بريشر فالف بنقول عليه ايه؟ اوفر سنتر فالفز ان ذا سيركت. هو ديت الدايره الموجوده خلاص. يبقى الدايره اللي عندي ديت عباره عن ايه؟ دي عباره عن ريفرسبل اوبن لوب ترانزميشن. يبقى دي عباره عن اوبن ترانزميشن سيستمز خلاص كده. يبقى اللي خارج من الموتور اهو، ادي بامبز خلاص، وادي الجزء بتاع الفلتر، وادي المين ريليف فالفز خلاص، وادي الدايركشن كنترول خلاص كده، وادي ايه في الحاله ديت؟ ادي الموتور. بس الموتور هنا ايه؟ ريفيرسابل، يعني في اتجاه كله كويس والكانتر كله كويس. اذا معناها اللي بيخلق الكانتر كله كويس، كله كويس والكانتر كله كويس، اللي هو الدايركشن كنترول فالفز. دايركشن كنترول خلاص. السبيد بتاع الموتور في الحاله دي ممكن اغيرها ازاي؟ اغير السبيد عن طريق تغيير كميه الفلوريت الداخله او الخارجه للاستواء. عن طريق ايه؟ انا هركب متر ان هنا ومتر اوت. طب في المنظومه اللي عندي ديت بنطلق على ايه؟ كروس لاين ريليفر. ادي كروس لاين ريليفر. طب اظبطه ايه؟ يبقى انا عندي هنا ايه؟ عندي تو ريليفر، في هنا سكند ريليفر وهنا مين ريليفر. طب الريليفر دي عباره عن ايه؟ واحد من عشرة من الماكسيمم تورك للستورنج تورك، وهنا كام؟ 20% زيادة. اما يكون عندي هنا 2 ريليف فالفز يبقى السكند ديت بظبطه عندها ايه؟ اكبر من المين ريليف فالفز. طب في الجزء اللي عندي ديت ايه؟ دلوقتي في اتجاه الكلوك كويس، يبقى اذا عندي تريم اهو، دي تريم خلاص، يبقى دي هاي ايه؟ هاي بريشر لاين، ودي ايه؟ لو بريشر لاين. في حالة الكروس يبقى دي هاي بريشر لاين وادي ايه؟ لو بريشر لاين. طب حولت بقى من الهاي من التريم لاين الى الكروس، قال يبقى اذا معناها دي هيحصل له ايه في الحالة ديت؟ يبقى هيحصل له ايه؟ سيرج بريشر هنا، سيرج بريشر. يبقى السيرج بريشر المتولد هنا نتيجة ان انتقال التغيير وضع الدايركشن، وضع الدايركشن من التريم الى الكروس، يبقى تولد ايه؟ سيرج، سواء كان هنا سيرج هنا او سواء كان هنا سيرج. طب لو كان سيرج هنا يبقى اذا بيجي فين؟ هيجي هنا ينتهي هنا مقفول، يبقى هيروح في الجزء اللي عندي هنا مقفول، يتغلب على السيتنج بتاع السكند ريليف فالفز ويروح للايه؟ ويروح للخط اللي هو الاقل. لو حصل سيرج بريشر هنا يبقى بصرفه فين؟ بصرفه فوق في الخط الثاني. خلاص كده؟ وبالتالي دلوقتي تصريف السيرج بريشر اللي بيحدث على جانبي المحرك في حاله تغيير، في حاله التغيير من وضع التريم الى الوضع الكروس، يبقى اللي بيشيله اللي بيتعامل معاه ايه؟ اللي هو الكروس لاين ريليف فالفز. طيب الجزء الثاني بقى، وضع السنتر بقى في الحاله دي، لو انا دلوقتي خليته كلوزد، يعني اذا انا سديت A وB، سديت A وB يبقى اذا بيحصل فيري سيرج بريشر على جانبي المحرك. طب الفيري سيرج بريشر ديت اللي بيتعامل معاه لو هنا في ايه؟ اكسترنال درين. لو ما فيش اكسترنال درين ايه؟ بيحصل دامج بالنسبه لايه؟ للموتور في الجزء العام. بيتعامل معاه ايه بقى في نفس الوقت؟ برضك الكروس لاين. طب لو في الجزء اللي عندي هنا اوبن كده في الحاله دي، قال يبقى خليت الضغط الواقع هنا كام؟ صفر. خلاص؟ يبقى اذا في الحاله دي البامب هنا ايه؟ ان اوبريتد بامبس. يبقى عشان اتغلب الكلام ده احط هنا ايه؟ احط في الموضع هنا اهو، حط هنا بريك ايه؟ فالفز، اللي هو عباره عن
بنطلق عليها باك بريشر فالفز او اوفر ايه سنتر فالفز. هذا الاوفر سنتر فالفز بيعمل ايه؟ بيخلي لي لما اللي عند السنتر هنا يبقى السيجنال اللي عندي هنا بيساوي زيرو، يبقى اذا بيتماسك بيمسك جزء منين من الضغط اللي هنا، بيوقف الايه المحرك في حاله وضعها في وضع السنتر اللي عندي. ننقل في حاله الكلوزد لوب ترانزميشن سيستم. قبل كلوزد لوب ترانزميشن سيستم خلاص كده، دي عباره عن بامب ايه؟ دي عباره عن ريفرسبل بامب كلوزد لوب هيدروستاتيك ترانزميشنز. ادي كلوزد لوب، ادي كلوز، بس هنا ايه اللي بيخلي الريفرسبل الحركه ريفرسبل بتاعت الموتور؟ انما استخدام ايه ريفرسبل بامبس. يبقى هنا ريفرسبل بامب الهدف منها بتخلي الموتور ايه ريفرسبل موتورز. طب هنا في ايه؟ هنا ايه؟ ادي هنا في المنظومه هنا كلوزد، يبقى معظم الفلو اللي خارج من الموتور بيرجع مباشرة للايه؟ للتانك اهو. التانك. طالما بقى معظم ايه؟ يبقى جزء من الفلو، أول حاجة بيحصل عملية ليكج فين؟ في البامب. وليكج في الايه؟ في الموتور اللي عندنا. خلاص؟ وجزء منه بستخدم في عملية الكونديشن بتاعت الفلتر، أو في عملية الايه؟ اللي هو في حالة الفلترنج وفي حالة التزييت لوبريكيشن. طب الجزء اللي عندي هنا، لو الماء اللي عندي هنا جزء هنا اهو اهو، يبقى دي ايه؟ هاي بريشر لاين اهو، ودي ايه؟ لو بريشر لاين. لو نقلت العكس هنا ريفرسبل، يبقى دي ايه؟ هاي بريشر لاين، وهنا لو بريشر لاين. يبقى دي كلوك وايز وكانتر كلوك وايز عن طريق ايه؟ تغيير الكونسنتريستي ما بين السنتر لاين بتاع الروتر والسنتر لاين بتاع الايه؟ الكامل اللي عندي. طب الجزء اللي عندي بقى اللي هو اصبح جزء من كميه الفلوريد اللي بتمر في الدايره هتتناقص، وبالتالي عشان اعمل لها تبديل عندي هنا، يبقى محتاجه في الحاله دي ايه؟ اعمل لها ميك اب. ميك اب يعني تعويض. هذا الميك اب هنا عن طريق الميك اب سيركتس. ادي ميك اب ايه سيركت، كلمه هنا ميك اب سيركت بتكون من ايه؟ بتكون من دي المين بامبز خلاص كده، دي السبلاي بريشر السبلاي باور بتاع الايه بتاع السيركت ده، ولكن دي ميك اب سيركتس. الميك اب سيركت هنا كميه الكباس بتاعتها بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على كميه الليكج اللي بتحدث في الدايره. يعني لو في الدايره اللي عندي الليكج اللي عندي هنا 3 لتر، يبقى انا بنقول عليها 1.1 من 3 لتر خلاص، اللي هو عن طريق ايه؟ الليكج اللي بتحدث في الايه في البامب، والليكج اللي بتحدث في الايه في الموتور. خلاص كده بجمع الاثنين مع بعض اللي هنا واضربهم في 20% زياده، يبقى دي الكباسه بتاعت الموتور. طب بتكون ايه؟ ادي جزء فلتر خلاص كده، وادي هنا ريليف فالفز خلاص. هنا سيتنج ايه؟ هو دلوقتي بيدينا ايه؟ ادي المنظومه اهو، بيروح فين؟ بيروح خلال طبعا اي منظومه في كلوز، يبقى دي كروس ايه؟ كروس لاين ريليف فالف. كروس لاين ريليف فالفز دي بتتعامل مع ايه؟ بتتعامل مع السيرج بريشر المتولد على جانبي المحرك في حاله تغيير الاتجاه اللي عندي من ايه؟ من كلوك كويس لكونتر كويس. يبقى اللي بيتعامل معاها ايه؟ اللي هو عباره عن اللي هو اللي هو اللي هو الكروس لاينر ايه؟ ريليف فالف بالمنظومه بتاعته. لو حصل سيرج بريشر هنا، يبقى السيرج بريشر بيروح فين؟ بيروح على الجزء هنا، يتغلب على سيتنج ويودينا ايه؟ يصرف لي في الدايره. لو حصل سيرج بريشر هنا، يبقى بيروح هنا ينتهي مقفول، يصرف لي فين هنا؟ يصرف لي في الخط الثاني. يبقى اذا معناها بيصرف لي فين؟ في البورت اللي هو المقابل اللي عندي، وبالتالي بنقول عليه كروس لاين ريليفر. كروس لاين يعني ايه؟ بيصرف لي الماء في ايه؟ في النقطه اللي هو اللو بريشر. يعني حصل هاي بريشر بقى اللو بريشر، طب اللو بريشر بقى هاي، يبقى اذا معناه بيحصل تصريف في ايه؟ في اللو اللي عندي. طب الجزء اللي عندي هنا الميك بقى، الكباس بتاعت البامب بتعتمد على الليكج الموجوده في الدايره. خلاص؟ طب الطريق ايه؟ الجزء اللي عندي هنا فين؟ هيروح هنا خلال التشيك فالفز. خلاص كده. طب ديت لو كان ماشي هنا اهو، يبقى صرف دي هاي بريشر، يبقى لو بريشر، يبقى دايما بتودي فين؟ بتودي في اللو بريشر لاينز. يبقى بتصرف فين؟ في اللو بريشر لاينز. طب لو كان دي هاي بريشر اهو، هاي بريشر خلاص كده، يبقى بتصرف لفين؟ دي هاي بريشر، يبقى دي مقفول، يبقى لو بريشر. يبقى اذا معناه ان البيك اب سيركت الكباس بتاعتها بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الليكج اللي موجود في الدايره. طب وبالتالي البريشر عباره عن ايه؟ بيصرف لي فين؟ بيصرف لي باللو بريشر لاين.
يبقى اللو بريشر لاين اللي هو السيتنج ميلي فالفز هو ريليتد بالنسبه لايه؟ بالنسبه لللو بريشر لاينز. لو اللو بريشر لاين هنا 4 يبقى اذا بصرفه هنا كام؟ 1.1 من 4 خلاص؟ يبقى 4.4 من 10 يبقى اذا معناها السيتنج بنقول عليها لو بريشر الايه؟ ريليف فالفز. وبالتالي القدره اللي هو السبلاي باورز بالنسبه للميك اب بيساوي الكباستي اللي هو الكيو بتاعت الميك اب سيركت اللي بتعتمد عليك مضروب في الايه؟ في ضغط الايه؟ ضغط الريليف. ضغط الريليف بيساوي ايه؟ بيساوي الضغط بتاع المنظومه بتاعت اللو بريشرز. يعني لو كان هنا 1 بار يبقى دي 1 بار او 1.1 من 10 من 1 بار. لو كان هنا اللو بريشر 2 بار يبقى اذا يبقى بظبطه عند الايه؟ ال 2 بار اللي هو 1.1 من 10 من 2 بار. خلاص؟ دي بنقول عليها ايه؟ الميك اب ايه؟ سيركت اللي عندي. السكند كلاس يبقى انا عندي هنا ادي نقطه اللي هو ارتكاز بتاع الليفر اللي عندي هنا خليته في الطرف. يبقى دي عباره عن الفيكسد هينج بين. وادي الليفر اللي عندي هنا. خلاص؟ ادي الاسطوانه اهي الارتكاز بتاع الاسطوانه. يبقى طول المحور بتاع الاسطوانه اللي هو L1 زائد L2 بعدها عن نقطة ارتكاز L1 زائد L2. والاف سلندر الاف الود عبارة عن بعدها عن ايه؟ في الحالة ديت بعدها عن نقطة التثبيت اللي هو L2. يبقى العزم الناتج عبارة عن ايه في الحالة دي؟ يبقى اف سلندر مضروبة في الكوزاين فاي بيديك المركبة الرأسية مضروبة في ايه؟ افتح قوس L1 زائد L2 في كوزاين سي بيساوي ايه؟ بيساوي الاف الود مضروبه في ال 2 كوزين ايه؟ سيتا. يبقى ادينا اف سلندر بيساوي ايه؟ اذا كان كوزين فاي من 0 الى 10 يبقى اذا معناها كوزين فاي بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى الاف سلندر بيساوي ايه؟ بيساوي ال 2 على افتح قوس ال 1 زائد ال 2 كوزين فاي في اف لو. اذا كان الفاي ديت اللي هي من 0 ل 10 يبقى اذا كوزين فاي بيساوي كام؟ 1. يبقى اذا بمعلومه ال 1 وال 2 ممكن اجيب اف ايه؟ لو. في الحالة ديت هذا التوصيل اللي عندي يبقى اذا المقام اللي عندي كبر يبقى الاف سلندر هتبقى ايه؟ قليلة في الجزء اللي عندي. يبقى لو نفس الحمل في الحالة ديت يبقى اذا معناها هذا التوصيل اللي عندي بيدينا قوة الاسطوانة ايه؟ قليلة. يعني الأبعاد بتاعة الاسطوانة قليلة. الجزء الثاني لو أنا عاوز أشيب المسوار اللي بتحرك الاسطوانة يبقى الاف سلندر مضروب في الاس سلندر بيساوي الاف لود مضروب في الاس لود وبالتالي ممكن أجيب قيمة الايه؟ الاس لود. يبقى اذا فيجر هنا تشو سكند كلاس ليفر سيستم ويتش از ايه؟ كاركترايز باي ذا لود رود. ادي اللود رود اهو. بينج لوكيتد بتوين ايه بقى؟ بتوين ذا فيكسد هينج بين اند سلندر. يبقى اذا الرود بتاع اللود واقع بين ايه؟ اذا كان الرود بتاع اللود واقع ما بين الفيكسد هينج بتاع الليفر والرود بتاع السلندر يبقى دي السكند كلاس الجزء. وبالتالي العلاقه دي هتديني ان اف ايه؟ سلندر.
الكلوز لوب هيدروستاتيك ترانزميشن سيستم ويز جرافيتي فيد ميك اب. احنا قلنا المنظومه اي دايره فيها كلوزد لوبز يبقى اذا معناها انها محتاجه ميك اب فلوريت. ميك اب يعني اذا كميه فلوريت تعويض، لان النتيجه ايه؟ عشان يعوض الفلوريت اللي هو عباره جاي من الليكج بتاع الايه البام، او بيحصل ليكج بالنسبه لايه؟ بالنسبه للموتور، او كميه الفلوريت اللي انا بستخدمها في عمليه الكونديشن اللي هو الفلترنج والليوبريكيشن. هنا في الدائره اللي فاتت كان عمليه التعويض عن طريق بتتم عن طريق بامبس، بنقول عليها ميك اب بامبس. هنا عمليه التعويض ممكن عن طريق ويز جرافيتي فيد ميك اب، يبقى عن طريق ايه؟ خزان. هذا الخزان موجود في ايه؟ في مكان مرتفع عن الايه؟ الدائره، وبالتالي هو بيغذي المنظومه في ايه برضه؟ في اللو في الريتيرن سايتس، في اللو بريشر ايه؟ سايتس، اللي هو في حاله ايه؟ ان نون ريفيرسنج. انا عندي كلوز لوبز بس هنا في حاله البامب ايه؟ نون ريفيرسيب. نون ريفيرسيب يعني الدايره اللي عندي هنا هتبقى ايه؟ البامب الفلول اللي عندي الخارج من البامب في اتجاه ايه؟ واحد. ان نون ريفيرسيب. نون ريفيرسينج كلوز لوب. ات مي بوسيبل تو يوز ان اليفيتد ريسرفوار. اليفيتد ريسرفوار يعني اذا خزان ايه؟ مرتفع. خلاص؟ هذا الخزان المرتفع بيعمل ايه؟ بيعمل ميك اب فلويدز. بيعمل تعويض لكميه الايه؟ الفلويد في الدائره تو سبلاي عشان يغذي الميك اب اويل. ميك اب اللي هو كميه المائع التعويضيه اقسو، وبالتالي انا بعمل ايه بقى؟ في الحاله دي انا عملت اليمينيتنج ازاله للايه؟ ذا نسري فور ا ميك اب بامبز اند اسوكيتد سيركل. يعني دلوقتي في الحاله دي الدائره دي بتتكون من ايه؟ من الميك اب بامبز ماشي، ومجموعه الفلتر بتاعتي، ومجموعه اللي هو الريسيرفوار اللي هو الريسيرفوار و الريليف فالفز والشيك فالفز. انا عوضتهم عن طريق ايه؟ عن طريق اليفيتد ريسيرفوار. اليفيتد ريسيرفوار تو سبلاي ميك اب اويل عشان تعمل تعويض تزويد. ميك اب اللي هو كميه الاويل التعويضيه ميك اب اويلز. سو بالتالي اليمينيتد ازالت النسر فور الميك اب بامب، شلت الميك اب بامبز واند اسكويتد سيركل. والدايره الايه؟ المصاحبه ليه؟ ايه الدايره المصاحبه ليه؟ اللي بتكون من ايه؟ من مجموعه الشيك بامبز، نمره 2 اللي هو عباره عن الفلتر، نمره 3 الريسرفوارز، نمره 4 اللي هو الجزء بتاع اللي هو ريليف فالفز. ستاندرد بريشر لاين، ستاندرد بريشر لاين فلتر كان بي يوز از ذير از نو ريفرسبل اوف فلو. هتلاحظ في المنظومه ديت فيها بعد البامب في تشيب، بعد الفلتر في تشيب فالفز. طب الهدف من الشيك فالفز دي ايه؟ عشان يمنع رجوع المائع ماشي الى البامب الى مجموعه الفلتر. يبقى في تشيك فالفز فين؟ بحطه فين؟ استاندرد بريشر لاين في انا عندي البريشر لاين هنا هاي بريشر لاين، اما احطه في خط الايه؟ الهاي بريشر لاين. يبقى بريشر لاين فلتر اللي هو عندي فلتر في جزء البريشر لاين احطه فين؟ هنا اهوت، احطه اللي هو بعد الفلتر عشان يعمل ايه؟ زير از نو ريفرسبل اوف فلو، عشان يمنع اي رجوع للماء. ارجع الماء فين؟ من الموتور. لان لما البامب تقف في الحاله دي يبقى اذا ممكن يحصل ريفرس ايه؟ ريفرس فلو. اتشيك فالفز سيتويشن افتر ذا فلتر تو بريفنت اني الشيك فالفز المحطوط فين؟ بعد الفلتر عشان يمنع اي بوسبوليتي اي احتماليه للموتور كيزنج ريفرس فلو ثرو ذا فلتر. بتمنع اي احتماليه لايه؟ لرجوع ريفرس فلو اللي هو رجوع الماء الى الفلتر. نمرة 4 بريك فالف اللي هو عبارة عن ايه؟ اوفر سنتر فالف، او بنقول عليها ايه؟ اللي هو عبارة عن باد بريشر ريليف فالف. از شون تو جيف كنترول ريترديشن عشان تدي درجات لتقليل السرعة بتاعة الدرايف لود. وفي عندي اند كافيتيشن جيك فالف عشان تعمل اللي هو تمنع الكافيتيشن اللي بيحدث بالنسبة للبامب. هنشوفها دلوقتي. دي الدايره اهي،
اللي هو كلوز لوب هيدروستاتيك ويز جرافيتي فيد بيك ماك اب. دي عباره عن ايه؟ دي كلوز لوب. بس في الحاله دي البامب اللي عندي هنا ايه؟ نان ريفرسبل. نان ريفرسبل. نان ريفرسبل ايه بقى هنا؟ فاريبل ديسبلسمنت بامب. يعني الماء اللي عندي في اتجاه ايه؟ واحد. خلاص؟ ودي فاريبل عشان دلوقتي درجه السرعه بتاعه الموتور اغيرها في الجزء اللي عندك. اهو. يبقى ادي الجزء اللي عندي هنا. خلاص؟ ادي فلتر. وادي هنا ايه؟ تشيك فالفز. وادي تشيك ايه؟ فالف. وادي هنا ايه؟ كروس لاين اهو. دي كروس لاين ريليف فالفز. خلاص؟ ودي الجزء اللي عندي دي عباره عن ايه؟ بريك فالفز. دي بريك فالفز. خلاص؟ بريك فالف. وادي عندي هنا ايه؟ موتور. موتور ايه؟ ديفيكسد ديسبلس موتور. وادي الليكج اللي بيحدث في الايه؟ الليك اللي بيحصل في الموتور. وادي الليك اللي بيحصل في الايه؟ في البامب، في الانترنال بامب. ودي في الانترنال موتور اللي عندي. والبامب اللي عندي هنا ايه؟ فاريبل عشان السبيد عندي تبقى متغيره. ودي عباره عن ايه؟ انتي كافيتيشن تشيك فالف. انتي كافيتيشن تشيك فالف. طب الانتي كافيتيشن تشيك فالف هنا وعندي في الجزء اللي عندي دي عباره عن ايه؟ دي الجزء اللي عندي هنا عباره عن ايه؟ عباره عن بريك فالف. خلاص كده؟ لما يبدا يدور في الجزء اللي عندي هنا يبقى دي الحركه اللي موجوده عندها اه في الجزء اللي عندي. يبقى هيمر في الايه؟ هيمر خلال الايه؟ الفلتر. بعد كده هنا سيجنال اهو اكس اهو هيروح على الموتور. يبقى اذا يفتح لي هنا يبقى يزل الضغط اللي موجود عندي هنا وبالتالي بيمنع بيروح على الجزء. طب في الحاله دي لما اغير السرعه اللي عندي هنا يبقى يحصل ايه هنا اهوت؟ في سيرج بريشر اهو. خلاص؟ يبقى السيرج بريشر بيروح فين؟ شوف السيرج بريشر اهو اهو في الجزء اللي عندي هنا اهو. خلاص؟ يبقى دي هنا تشيك فالفز عشان يمنع ايه؟ رجوع الماء للايه؟ لليه؟ هيروح فين؟ هيروح في الكروس لاين ريليف فالفز وبعدين يروح على المدخل بتاع الايه؟ بتاع البامب. طب حصل هنا هو حصل هنا ايه؟ هنا اليفيتد فالفز. دي هنا اليفيتد ريسرفوار. يعني خزان مرتفع. خزان مرتفع بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه ميك اب للاويلز. خلاص؟ عن طريق ايه؟ اللو بريشر سايد. دي اللو بريشر سايد اللي عندنا. خلاص كده؟ يبقى على اساس ايه؟ الارتفاع دي بحدده على اساس الضغط بتاع الايه؟ البريشر سايد هنا اهو. لو هنا دلوقتي الفلوريد قل يبقى الضغط اللي عندي هيقل، يبقى اذا الماء اللي عندي بيتسرب منين؟ بيجي من الاليفيتد ريزرفوار ويروح على السايد بحيث يحافظ لي على كميه الماء اللي ده تدخل على الايه؟ على المضخ اللي عندي. وعندي هنا ايه؟ تشيك فالفز عشان يمنع رجوع الماء للايه؟ للفلتر اللي عندي. وادي الجزء بتاع هنا البريك فالفز بيعمل ايه؟ اول حاجه لما الموتور اللي عندي يقف في الحاله ديت خلاص، يبقى اذا دي معناها في الحاله دي هيحصل ايه؟ هيحصل هنا في نتيجه الجرافيتي نتيجه اللي هو الانرشا، يبقى دي هيدور جزء معين. يبقى اذا معناها هيفرغ الكلام ده. معنى يفرغ الكلام ده اذا دلوقتي يحصل عمليه ايه؟ انتي كافيتيشن تشيك فالفز. طب لما يقف الجزء اللي عندي هنا يبقى اذا دي عندي ضغط عام، يبقى الماء اللي عندي هيخرج بايه؟ هيخرج بدرجات مختلفه وبالتالي بيعمل درجات للوقوف بتاع الايه؟ المحرك اللي عندي. جنرال ريماركس. اول حاجه when a transmission is constant running or used for hydrostatic braking there may be excessive heat generation and the desire to bleed off some of the fluid for condition as it shown in figure 4.38. هنا في الدايره بقى الدايره اللي احنا هنشوفها بعد كده في السلايد بعد كده ودي تكون قدامك يعني تكون موجود في الرسورس وانت بتشرح وانت بتشوف الجنرال مارك هنا تطبقها على الدايره الموجوده. الدايره في حاله الكلوزد في حاله الكلوزد يبقى اذا معناها هيحصل ليه ليك في الليكج في الانترنال بتاع الموتور وليكج في الانترنال بتاع الايه؟ بتاع البامب. يبقى عشان اعوضه يبقى لابد احتاج ميك ايه؟ ميك اب سيركت. اي دايره فيها كلوز يبقى نتيجه تغيير الحركه يبقى بيحصل عمليه ايه؟ سيرج بريشر. يبقى السيرج بريشر يبقى لما اتعامل معاها ايه؟ اتعامل معاها كروس لاين ريليف فالفز. وفي نفس الوقت اي دايره للموتور في الحاله ديت يبقى اذا معناها وهو بيقف يبقى اذا لابد ايه؟ يحصل عمليه وقوف للمحرك. يبقى اذا لابد فيه بريك ايه؟ فالفز. يبقى فيه كروس لاين من الفالفز وفي نفس الوقت بريك ايه؟ فالفز. وفي نفس الوقت عشان دلوقتي
امنع رجوع الماء للبام يبقى لابد فيه تشيك فالفز. وفي عندي هنا ميك اب سيركتس لان بيعمل تعويض. طب الدايره اللي فيها كلوز في الحاله ديت، الدايره اللي فيها كلوز نتيجه كتر التشغيل اللي عندي هنا يبقى درجه حراره المائع بتزيد. معنى درجه حراره المائع بتزيد يبقى اذا انا عاوز اعمل لها ايه؟ اعمل في المنظومه كسح للفلو الساخن اللي بيبقى هوت سيستم عندي هنا، واعمل له ريبليسنج بالماء الخارجي اللي هو البارد. ده بعمل عمليه كسح. هذا الكسح اللي عندي بيبقى منين بقى؟ يبقى عمليه التزويد اللي هو الميك اب نايما في ريتيرن سايتس في اللو بريشر سايتس. وعمليه الكسح دايما برضه بتاخد من ايه؟ من اللو بريشر سايت الى ايه؟ الى التانك. طبعا التانك فيه ايه في الجزء اللي عندي؟ فيه هيت اكشنجر بيبرد في الجزء اللي عندي هنا. وبالتالي بعمل عمليه ايه؟ احلال على طول في الدايره. هذا الاحلال اللي عندي يبقى عشان اخلي درجه حراره الفلويد اللي مر في الدايره ثابته. وبالتالي في الحاله دي وين الترانزميشن از كونستانت راننج يعني بتدور بسرعه ثابته تقريبا، اور يوز فور هيدروستاتيك بريكنج او بستخدمها في عمليه الايه؟ الفرامل. زير مي بي اكسيف هيت جنريشن، في دايما على طول هيت جنريشن عند متولده. And it is desired to bleed off some of fluid. دايما من المرغوب فيه ان انا بعمل استنزاف. بليد اوف، كلمه بليد اوف استنزاف. جزء سم بعض من الفلويد فور كونديشن از شون فيجر زي ما قلت. This bleed هذا الماء اللي هو المستنزف هنا اللي انا بستنزفه of must be from the low pressure sites. منين بقى؟ ان انا باخده منين؟ from the low pressure sites of the transmission otherwise خلاف more heat generation will be generated. The cooling and the filtering of the fluid can be a separate conditioned loop or as part of the make up circuit. يبقى الكولينج اند فلتر يعني كميه الماء اللي انا باخدها في عمليه التبريد وعمليه الفلتر التنقيه ممكن احطها ايه؟ استخدمها عن طريق دايره سيبريت كونديشن. عن طريق سيبريت كونديشن يعني ايه؟ حاله منفصل اللي هو عن طريق ايه؟ لوب بنقول عليها ايه؟ ميك اب سيركت. في الجزء اللي عندي هنا هيبقى فيه اكتر من ايه؟ اكتر من ريليف فالفز. هنا ريليف فالفز از سيت سلايتلي هاير ذان اباوت 1.5 عن ار في، هتشوف ار في واحده. وين ذا هيدروليك موتور از بينج دريفن في شاتل فالفز. احنا قلنا شاتل فالفز اللي هو الصمام الترجحي ليه مصدرين للدخول ومصدر الايه؟ للخروج. خلاص كده؟ يبقى دايما بياخد ايه؟ بياخد مصدرين اللي هو على حسب الايه؟ على حسب درجه الضغط اللي عندي. الضغط العالي يبقى اذا بيجي يقفل الفتحه الثانيه وبعدين بيصرم ايه؟ يبقى عندي هنا تو انبوتس. خلاص الانبوت هنا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على البريشر ديجري. خلاص كده؟ اللي الوحده اللي ضغطها اعلى يبقى بتسد الفتحه الثانيه وبتخرج على ودن. لو تغير الضغط اللي عندي يبقى اذا بسد الفتحه الاولى وبتخرج منين؟ من الاوتبوت عندي. نشوف بقى الجزء اللي عندي هنا اللي هو الدايره اللي فاتت اللي هي اللي احنا هنشرحها الان. اهو. دايره بنقول ايه؟ كلوزد لوب ريفرسبل ترانزميشن، كلوزد لوب ريفرسبل ترانزميشن ويز سكابلنج سيركت. كلمه سكابلنج سيركت اللي هو دايره ايه؟ كسح. نشوف الدايره الكسح دي عباره عن ايه؟ ادي الدايره اللي عندي دي عباره عن ادي كلوزد لوب اهي. كلوزد لوب اهو. بتكون من ايه؟ من ريفرسبل فاريبل بامبس، وعندي هنا ريفرسبل موتور. ريفرسبل فاريبل موتور يبقى الموتور اللي عندي ريفرسبل وفاريبل، والبامب اللي عندي هنا ريفرسبل فاريبل، والدايره اللي عندي دي ايه؟ كلوزد عندي. ادي كلوزد. طب الدايره اللي فيها كلوزد نشوف بقى دلوقتي عشان اعمل عمليه تعويض ناخد خطوه خطوه. عشان نعمل عمليه تعويض
اهو الليكج اللي بيحدث للانترنال فلويد بالنسبه للموتور والانترنال فلويد اللي هو موجود في البامبز، يبقى عاوز ميك اب سيركت. فين الميك اب سيركت؟ ادي الميك اب سيركت، دي البامب اهي خلاص، ادي البامب الاثنين خلاص هنا بيدوروا بواسطه ايه بقى في الحاله ديت؟ بواسطه ديزل انجنز. ديزل انجنز، ديزل انجنز. الميك اب سيركت عندي الجزء بتاع الفلتر خلاص كده، في عندي هنا ايه ريليف فالفز، ادي ريليف فالفز خلاص. خلاص هنا عندي ايه بيعمل فيدنج للسيركت اهو عن طريق مجموعه الشيك فالفز اهو خلاص. الشيك فالفز هنا بتدي ايه للريتيرن لاين، يبقى لو كان عندي دي هاي بريشر لاين اهو، هاي بريشر لاين، يبقى بتدي هنا ايه للريتيرن. الريتيرن ادي الخارج اهو، كلمه ريتيرن يبقى لو بريشر لاين، ادي لو بريشر لاين، ادي لو بريشر لاين خلاص كده. طب اذا كان بتدي ديت عندي هنا ريفرسبل، يبقى دي هاي بريشر لاين بتدي ايه للو بريشر لاينز. خلاص يبقى انا عندي هنا اللو بريشر لاينز، اللو بريشر لاينز اللي هو ايه اللي هو بيحدد الضغط بتاع السيتنج للار في 1، يبقى ريليف 1 اللي هو ايه ريليتنج بالنسبه للايه للباب بريشر اللي هو ده. طب تعالى شوف بقى دلوقتي، في عندي هنا ايه، ادي عندي هنا التشيك فالفز، ادي هنا تشيك فالفز اهو خلاص كده. التشيك فالفز محطوط بعد ايه؟ بعد الموتور عشان يمنع رجوع الماء للموتور البام، يمنع رجوع الماء للبام. طب انا عندي هنا مجموعه اللي بنقول عليها موشن كنترول فالف، موشن كنترول فالفز اهو الجزء اللي عندي اللي هو عباره عن ايه؟ ار في 3 اهو، ار في 3 دي عباره عن ايه؟ بيعمل حتتين اثنين، بيقوم بوظيفه حتتين اثنين. اول حاجه كبريك فالفز اوفر سنتر ايه؟ فالفز، اوفر سنتر فالفز، تمام اوفر سنتر فالفز. تعال شوف اوفر سنتر فالف، ادي لو كان عندي هنا ديت عباره عن ادي هاي بريشر، دي هاي بريشر خلاص كده، يبقى الماء اللي خارج اهو هيروح اهو، شايفين هيروح هنا الجزء اللي عندي اهو اهو خلاص كده. يبقى هيدي فين؟ هيدي هنا انتي مسدود خلاص كده، يروح على ده خلاص. دي عباره عن ايه؟ اوفر سنتر فال، باخد السيجنال منين؟ من ها يجي فاتح الصمام اللي عندي هنا، فاتح الصمام الموجود اهو 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 في الجزء اللي عندي هنا، ويروح فين؟ يروح على تشيك فالفز، ويروح على اللي هو البامب. طب لو كان هاي بريشر اهو، دي هاي بريشر اهو، هاي بريشر اهو ماشي اهو اهو الجزء اللي عندي، يروح فين؟ يروح على ريتيرن، ادي ريتيرن اهو خلاص كده، يبقى ريتيرن اهو خلاص، هنا ريتيرن اهو خلاص كده، يبقى دي مقفول، مقفول في الحاله دي، يبقى هيجي ياخد سيجنال اهو، يبقى دي باخد سيجنال منين؟ إيه؟ من فوق اهو، من فوق في الجزء اللي عندي اهو اهو، يجي فاتح دي، يبقى بتستعمل ايه؟ كاوفر سنتر فالفز او بريك فالفز. طب الجزء الثاني بقى، لو البامب وقفت في الحاله دي، لو البامب وقفت ودي كان عندي هنا ايه؟ هاي بريشر لاينز، وامب وقفت يبقى دي عندي ايه في الحاله ديت؟ دي كان هاي بريشر، يبقى دي سنتر اهو، شايف هنا سنتر، يبقى اذا ادي الاكس اللي عندي هنا البايلوت اكس هنا هتيجي ضغطها بيساوي كام؟ وقفت خلاص هنا، يجي قافل الايه؟ الصمام، يبقى الماء يحجز لي الماء الموجود عندها اهو، يحجز هنا قفل وهنا قفل، يبقى اذا بيحصل ايه؟ كبريك فالفز، سواء كان هنا او سواء كان الجزء اللي عندي، يبقى دي بيعمل كايه؟ ك بريك فالفز. وفي نفس الوقت لو حصل سيرج نتيجة ايه؟ تغيير السرعة بتاعت الجزء اللي عندي هنا، هذا التغيير اللي عندي هنا حصل سيرج بريشر، ادي السيرج بريشر اهو خلاص، يروح على ايه؟ يروح على الجزء اللي عندي هنا، يجي فاتح الصمام، وبالتالي بيروح على الايه؟ على اللو بريشر اللي عندي. يبقى بيعمل كايه؟ ك بريك بريشر وكوا واوفر سنتر فالفز. نيجي هنا في المنظومة الموجودة هنا. المنظومة هنا دي عبارة عن شاتل فالفز. خلاص المنظومة ديت مع كونستنت سبيد، يعني مع الشغل اللي عندي هنا، يبقى اذا معناها هيت جنريشن، يبقى درجه حراره الزيت بتبقى مرتفعه. بيجي في الحاله ديت لو كان عندي انا بعمل استنزاف، بعمل بليد اوف استنزاف، ممكن الاستنزاف فين؟ شوف الجزء اللي عندي هنا، ممكن استنزف من هنا اهو، او ممكن استنزف من هنا، بس استنزف من هنا من الخط اللي هو عندي ايه؟ الخط اللي هو عندي ريتيرن لاين او لو بريشر لاينز. طب لو كان الجزء اللي عندي هنا اهو دي هاي بريشر لاين اهو
خلاص كده. يبقى انا عندي هنا دايركشن كنترول فالف بيعمل كشاتل فالفز، يبقى الضغط اللي عندي هنا اعلى من الضغط هنا، يحولي من الوضع الايه السنتر الى الوضع التريم. وضع التريم في الحاله دي ايه؟ شايف الدزل عندي هنا ادي اهو، هتقفل يبقى دي عندي كده اهو اهو، يبقى دي قفلته خلاص كده. والريتيرن لاين هيجي فين؟ ادي هنا في الجزء اللي عندي هنا المتصل بايه؟ بده. يبقى اللو بريشر لاين هيروح فين؟ هيتصل بالجزء بتاع ريليف فالفز سواء كان دي لو بريشر او هاي بريشر. خلاص يروح فين؟ يروح في ريليف فالفز اللي هو ار في 2 وبعدين يروح على الجزء اللي عندي هيت اكشن اللي عندي ويروح على الايه؟ للتانك اللي عندي. يبقى اذا عن طريق الشاتل فالفز هنا بستخدمه عشان يصرف لي ياخد يعمل استنزاف ليه؟ لجزء من الماء من اللو بريشر سايد او من الريتيرن لاين الى ايه؟ الى التانك عن طريق هيت اكشنجر عندي عن طريق ار بي 2. طب انا عندي هنا ار بي 1، ار بي 1 دايما تبقى ايه؟ هي ريليتد بالنسبه للباك. خلاص يبقى ار بي 1 اعلى من الار بي 2 بمقدار 1.5. يبقى لو فرضنا ديت عندي هنا 1 بار خلاص كده، يبقى عندي هنا واحد ايه؟ واحد بار، يبقى دي عندي هنا كام؟ واحد واحد من عشرة. طب الجزء اللي عندي دي كام؟ هيبقى اقل. ليه؟ لان الماء اللي عندي بيخرج من الريتيرن الى ايه؟ الى ده. يبقى انا عندي دايما ضغط هنا، الضغط ده هو اكبر منين؟ اكبر من الريتيرن، وفي نفس الوقت الضغط ده هو اللي هو ار في 1 اكبر من الايه؟ من الار في 2، وار في 2 اقل من ايه؟ اقل من الريتيرن الموجود. المالتي موتور سيركتس، في حالة كلمة مالتي موتور سيركتس اللي هي الدايرة اللي فيها أكتر من موتورز، وطالما دايرة فيها أكتر من موتور دريفن باي إيه؟ دريفن باي بامبس، يبقى الموتور هنا التوصيلة بتاعت الكونكشن بتاعت الموتور ممكن ياخد حتى اتنين، ممكن ياخد توصيل توالي، يبقى الموتور اللي عندي توصيل توالي او توصيل توازي، يبقى مور ذان وان موتور. مور ذان وان موتور يعني اكتر من موتور كان بي دريفن فروم ايه؟ وان بامب، اللي بنقول عليها مالتي موتور سير، يعني الدايره المتعدده التوصيل للموتورز، يعني اكتر من موتور. مور ذان وان موتور كان بي دريفن فروم وان بامب ويز موتور كونكتد، ممكن تكون يا اما ايزر سيريز او بارلل او كومبينيشن بالاثنين، يعني ممكن تكون التوصيل بتاع الموتور سيريز توصيل توالي او توصيل توازي او كومبينيشن اللي هو بالتبادل مع موجود الاثنين، كومبينيشن بين البوس بين السيريز وبين البار. في حاله السيريز بقى يبقى انا عندي هنا عندي تو موتورز متصلين سيريز، متصلين ايه؟ سيريز، دريفن باي ايه؟ باي فيكسد بامب، باي سنجل بامبس. معنى كده في حاله التوصيل الموتور على التوالي يبقى كميه الفلوريت الداخل للموتور الاولاني هي نفسها كميه الفلوريت الداخل للموتور الثاني في حاله ايه؟ نيجلكتنج ليتش. ليه؟ لان كميه الفلوريت اللي خارجه من المضخه هتدخل على الموتور الاولاني في الاكشولي، يبقى يحصل ليكج، يبقى كميه الموتور هتقل اللي داخله الموتور الثاني هتقل عن كميه الفلوريت الداخل الموتور الاول بمقدار الليكج اللي حصل في الايه؟ في الموتور الاولاني. ولكن لو انت اهملت نيجلكتنج ليكج يبقى كميه ذا سيم كوانتو اوف فلويد والفلو ثرو اتش موتور ان فيجر كام. يبقى في حاله التوصيل على التوالي لو انت اهملت الليكج يبقى كميه الفلوريت هتكون ايه؟ ثابته. طب طالما كميه الفلوريت ثابت لو السايز بتاع الموتور ثابت يبقى الكيو بيساوي ايه؟ دي ام في الان ام، يبقى اذا معناها سرعه الموتورين هيكون ثابتين. طب ذا افكت بقى، ذا افكت اوف ليكج، تاثير الليكج بقى دي هنا في حاله عدم تاثير الليكج يبقى كميه الفلوريت هتكون ثابته اللي مرر في الايه؟ في الموتور الاولاني والموتور الثاني. لما تدخل تاثير الليكج يبقى بيقلل لي ايه؟ كميه الفلوريت الداخله للموتور الثاني، كميه الفلوريت الداخل الموتور الثاني هتكون اقل من ايه؟ من كميه الفلوريت الداخل الموتور الاولاني. Thus حتى اف ام 1 اند ام 2 هاف ذا سيم
كباستي يبقى ام 2 ويل ران ات سلايتلي لوور ذان سبيد ام 1. حتى لو كانت بقى الكباستي بتاعت الموتور الاولاني هي نفسها الكباستي بتاعت الموتور الثاني، يبقى اذا السبيد بتاع الموتور الثاني هيكون اقل من السبيد بتاع الموتور الاولاني، لان كميه الفلوريت اللي داخله في الموتور الثاني هيقل عن الموتور الاولاني بمقدار الليكج اللي حصل فين في الموتور الاولاني. طب ذا سام اوف بريشر دروبز، يبقى البريشر اللي احنا قلنا البي ام، لان الترك المتوالي بيساوي البي ام في الدي ام على ايه؟ على 2 بار. يبقى البي ام البريشر ديفرنس اكروس الاثنين لو ام 1 اند ام 2 نوت اكزيد ذا سيتنج اوف ذا ريليف فالفز اذروايز ذا موتور ويل ستيل. يعني الموتور اللي البام اللي بتدور اثنين موتورين، موتورين متصلين على التوالي، يبقى السيتنج بتاع الريليف فالفز هو عباره عن الضغط اللازم لعمليه الستولينج تورك بتاع الموتور. طب الاستور التورك بتاع الموتور اللي هو السيتنج بتاع اللي هو عباره عن ايه؟ مجموع البريشر دول خلال بي ام 1 زي البي ام 2. يبقى البي ام اللي هو ضغط الريليف بيساوي كام؟ 1.1 من التوتال بريشر دروب اكروز ذا موتور 1 اند موتور ايه؟ 2. طب في حاله التوصيل على التوالي لو احد المواتير وقف شد شد وان موتور ستيل ذا اذر ويل اولسو ستوب. لو الموتور الاولاني وقف يبقى الموتور الثاني هي. ليه بقى؟ لان الموتور الاولاني وقف يبقى اذا معناها كميه ما هيحدث كميه الفلوريت اللي داخل الموتور الثاني، يبقى الموتور الثاني يبقى ذا اذر ويل ايه اولسو ستوب بيكوز ذير از نو فلو. يبقى في حاله التوصيل على التوالي لو كان احد المواتير وقف يبقى الموتور الثاني هي بتتابع على طول. اف فاريبل ديسبليسمنت بامب از يوزد، لو استخدمت مام متغيره السرعات يبقى دي هتاثر فين؟ يبقى بالتالي زيس ويل التير هتاثر على سبيد اوف بوث ايه موتورز دايما. يعني السبيد بتاع الموتور عباره عن ايه؟ ما هو الكيو، الكيو بيساوي ايه؟ بيساوي الدي ام في الان ام، يبقى الان ام بيساوي ايه؟ بيساوي الكيو الداخلي على ايه؟ على الدي ام. لو كان الموتور فيكسد ديسبليس موتور والموتور اللي عندي فيريبل بامز، يبقى اذا كل ما اتغير الحجم المزاح بواسطه الموتور البام يبقى اتغير السبيد بتاع الايه؟ البامب اللي عندي. If a variable displacement motor are used يبقى the output speed of the one motor can be adjusted within a limited within affecting the speed of the motor. يبقى مرة تانية النقطة رقم 6 إذا كان الموتور الاثنين موتورز اللي هو متصلين على التوالي موصلين ب variable displacement يبقى إذا السرعة بتاعته يبقى إذا هتبقى متناسبة مع تغيير الديسبلسمنت بتاعت البامب. ولكن اذا كان فيريبل ديسبلسمنت، يعني لو كان عندي فيكسد بامبس خلاص كده هتدور مع تو بامبس متصلين على التوالي بس الاثنين متغيرين الازاحه، يعني الفيريبل الموتور الاولاني والفيريبل الموتور الثاني، يبقى السبيد بتاع الموتور الاولاني هتختلف عن السبيد بتاع الايه؟ ممكن اغير السرعه بتاعت الموتور عن طريق ايه؟ ادجاستنج السبيد، عن طريق تغيير ان انا اركب ايه؟ فلومتر بالنسبه للموتور الاولاني او فلومتر بالنسبه للايه؟ للموتور الثاني. ودي في الحاله ديت اللي هو التوصيل على ايه؟ دي السبلاي، دي الموتور الاولاني، دي الموتور الثاني، دي عباره عن ايه؟ الاثنين موتورين متصلين على الايه؟ على دي ليكج هنا الموتور الاولاني وهنا ليك الايه؟ الموتور الثاني، يبقى جميع الخطوات اللي فاتت بتتعلق على اللي هو توصيل على التوالي. في حاله البارل بقى البارل كونكشنز، ادي عندي تو موتورز ام 1 وام 2 دي متصلين على ايه؟ على التوازي. معنى متصلين على التوازي دي عندي هنا ليكج بغذيه بايه؟ بفيكس ببامب واحده، دي الموتور ام 1 ودي الموتور 2، يبقى هيدروليك موتور ان ايه؟ بارل. هنا في حاله التوصيل على التوازي خلاص يبقى اذا معناها البي ام اكروز الموتور ثابت، يبقى البي ام ثابت، البي ام ثابت، وبالتالي التورك اللي عندي ايه؟ بيساوي البي ام في الدي ام على 2 بار. يبقى لو كان الموتور الاولاني الكباس بتاعت الموتور الاولاني هي نفسها الكباس بتاعت الموتور الثاني، يبقى التورك الناتج من الموتور الاولاني هو نفس التورك الناتج من الايه؟ من الموتور الثاني. وبالتالي بالنسبه للضرار اللي عندي هنا
عشان ازود العزم اللي عندي هنا، يبقى اذا بديله ايه كل ده، كل عجله عندي متصله بايه؟ بموتر. خلاص كده متصلين بايه في الحاله دي؟ متصلين بكومن شافتس، كومن ايه؟ شافتس اهو. يبقى الموتور الاثنين متصلين على التوازي، متصلين بكومن ايه؟ شافت. يعني اذا متصلين بشافت ايه؟ واحد. هذا الشافت الحركه اللي عندي بتبقى سايكرونايزنج، حركه تزامنيه، يعني السرعه بتاعه الموتور في الجزء اللي عندي هنا السرعه بتاعه العجلات بتبقى تزامنيه. يعني الاثنين عجلتين لو عجله في الحاله دي اتغرزت عندها اعاقه اكتر، يبقى هتدي فلوريت ايه؟ هتدي فلوريت اقل، يبقى السرعه اللي عندها هتقل. الفلوريت اللي عندي هيروح فين؟ هيروح على الموتور الثاني، يدينا عزم ايه؟ في الحاله دي عزم اكتر، يدينا السرعه اللي عندي، وبالتالي تقوم الايه؟ تقوم العجله اللي غرزت في الحاله دي. يبقى ذا بامب فلو اللي هو الفلو بتاع البامب اسبريت. اسبريت ايه؟ اللي هو بتنقسم بتوين بين الموتور ديبندنج ابون ذا ريزيستنس اوف ذا فلو. ريزيستنس على المقاومه، يعني دلوقتي انا عندي دي بغذي، دي عندي هنا اثنين عجلتين، كل عجله ليها ايه؟ موتور، ودي بغذيها بموتور، والكباس بتاعت العجله واحده. خلاص كده؟ يبقى الساعه بتاعت الموتور هنا هي نفسها الساعه بتاعت الموتور هنا. طب اذا معناها دي هتقسم، المفروض تتقسم بايه؟ كلمه سبليت تتقسم بالتساوي، ولكن بتعتمد على درجه الايه؟ الاعاقه. يعني ريزيستنس دي لو ريزيستنس عالي يبقى هتاخد فلوريت ايه؟ اقل، يبقى الفلوريت هنا هيروح فين؟ هيروح في الموتور الثاني، يبقى يزود الايه؟ السرعه بتاعتنا، يبقى دي السرعه اللي عندي هتقل، ودي السرعه اللي عندي ايه؟ هتزيد، هم متصلين بايه؟ بكومن شافت، وبالتالي تبدا العجله اللي مغروزه هتبدا ترتفع في الحاله دي. شد ذا لود اون وان اوف ذا موتور ديكريزز، يعني لو احد المواتير اللي عندي في الحاله ديت الاعاقه بتاعته قليله يبقى الاسبيد بتاعته هت ايه؟ هتزيد. هتزيد ليه؟ لان هيبدأ هياخد فلوريت، لان الفلوريت بتناسب تناسب عكس مع اللود، كل ما اللود زاد كل ما الفلوريت عندي. از ات اوفرز ان ايزر فلو باس تو ذا ايه؟ تو ذا فلو. يعني نسبتها هتبقى ايه؟ هتزيد، لان هو الاعاقه بتاعته هتكون قليله. وير ذا موتور ار ميكانيكالي، ميكانيكيا كوبلد تو اتش اذر، يعني متصلين ميكانيكيا كل واحد بالاخر. زير سبيدز ويل ايه؟ بي ايه؟ سايكرونايز. سايكرونايز يعني متزامنه، السرعه اللي عندي السرعه تزامنيه. في حاله هنا ابلكيشن اوف يوزنج ذا فلو ديفايدرز تو سبليت ذا فلو ان موتور ان بارلز، الفلو كنترول فالفز اور فلو ديفايدرز مي بي يوز تو سبليت. احنا قلنا الفلو دايفر في نوعين، اثنين، في نوع موتور تايب وفي نوع تاني اللي هو بنقول عليه الفالف ايه؟ تايب. بيقسم لي ايه؟ بيقسم لي الفلو اند بروفايد ا ديجري اوف ايه؟ سايكرونزيشنز از شون ان فيجر، يعني بيدي درجات، درجات متعبه او درجات متفاوته بالنسبه لدرجه للسرعه السبيد بتاع الموتور اللي عندي اللي هو السرعه بتاعه الشافت اللي عندي. ذا سيركت يوز 3، عندي هنا كام تكون ذا سيركت يوز 3 بورت. كلمه 3 بورت اللي هو بنقول عليها البريوريتي فلو كنترول فالفز. البريوريتي فلو كنترول فالفز يعني الفلوريت اللي خارج المضخه بيحقق الفلوريت المطلوب في الدائره الاولانيه، وبعدين الزياده بتروح فين؟ بعد كده في الجزء اللي عندي. خلاص يبقى لو عندي ثلاثه موتور يبقى اذا بيحقق الموتور الاولاني وبعدين بيحقق الموتور الثاني، يبقى الباقي بيروح فين؟ بيروح في الموتور الثالث ده. ذا سيركت يوز 3 بورت بري فيرجنال فلو فالف اللي بنقول عليه ايه؟ 3 بورت او بريورتي فلو كنترول فالفز تو ريجليتد ذا ايه؟ ذا سبيد. موتور ام 1 هاز فيرست كول اون ذا بامب ديليفرد ويز ايه؟ اكسس فلو تو جوينج ايه؟ تي سي. الموتور ام 1 هاز فيرست، يعني اذا ده ايه؟ بياخد الفلوريت الاولاني. موتور ام 2 اند ام 3 ريزلتس فروم ذا سبيدز اوف ذا موتور تو ايه؟ موتورز. يعني اللي باقي من الام 1 هروح للام 2 وايه؟ وام 3. اف اندبندنت سبيد كنترول ام 3 از ديزاير، لو السرعه بتاعت الموتور ام 2 اللي هي غير مرتبطه بكميه الفلويد الداخله، يبقى سبريت باي باس فلو كنترول فالف شود بي انكلودد بيرنج ان ماين ذا انبوت فلو ليميتيشن كوزد باي ذا ايه؟ ذا اذر موتورز. دي عباره عن ايه؟ ادي ام 1
ادي ام واحد وادي هنا ايه ام اتنين في الجزء اللي عندي خلاص وادي هنا ايه ام تلاتة في شوف البريشر اللي عندي هنا دي السبلار دي الثري بورتس يبقى بتغذي دي هنا بايه ادي الكيو يبقى عندي هنا كيو واحد يبقى الباقي في الحاله دي بيروح فين يبقى اذا الكيو بتاعت البام ناقص كيو واحد بيروح على الموتور الثاني ام اتنين في الحاله دي يبقى الباقي بيروح في ايه كان في ام تلاتة ام واحد وام اتنين فين السبلاي ادي السبلاي اهو خلاص كده يبقى الدلتا ام بتاعته اللي هو ديت ناقص ايه ناقص الجزء اللي عندي طب وديت عباره عن الداخل اهو هو ام اتنين يبقى اذا معناه ان الموتور دول متصلين بايه بكومن شافت في الحاله دي وبالتالي التلات موتور دول متصلين بايه بكومن شافت هنا وبالتالي على حسب درجات السرعه اللي عندي هنا ممكن في الحاله دي اشغل ايه اشغل اغير الكوبلنج سبيد او غير السرعه بتاعه التلات مواتير اللي عندي عن طريق استخدام ايه 3 بورد بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالفز بكده انتهينا من المحاضره بعون الله وتلاته بعون الله ان شاء الله تقروها مره واثنين وثلاثه وتسمعوها لو فيها اي استفسار ان شاء الله نتواصل مع بعض على الهيدروليك سيستم جروب والى اللقاء في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.